السلام عليكم ورحمة الله يا شباب، عاملين ايه؟ طلابي طلاب سينيور 2 طبعا، وحشتكم موت طبعا. هتقول يا مستر ما انت لسه سايبنا في امتحان الشهر، واحنا اهو دلوقتي موجودين ولسه مخلصين مذاكره. لا تفتكر يا بابا ان امتحان الشهر هي نقطه الفصل اللي هتبقى في حياتك. حياتك ما وقفتش في امتحان شهر. لكن مفكر ان امتحان الشهر كده خلاص تمام، انت بقيت برنس البرانيس ومش محتاج انك تذاكر تاني. باشا في شابتر تاني، في كمالة شابتر بنقفل فيه. مالك في ايه؟ لان ده امتحنت في اول 3 دروس. اجمد يا بطل شويه. طب يا رجاله دلوقتي احنا هنعمل في الوقت اللي احنا فيه دلوقتي؟ فاحنا في المرحله اللي هي ايه، يا تكن او لا تكون. يعني ايه؟ يعني دلوقتي انت في المرحله الرسميه اللي منها هتبقى نقطه تحول انك تبقى قوي، او نقطه تحول وترجع لنقطه الصفر تاني. يعني ايه يا مستر؟ مش فاهم كلامك تقيل قوي. هقول لك، بص، النقطه اللي انا فيها حصتين من دلوقتي، سيادتك شديت حيلك فيهم قوي، هتلاقي نفسك فاضل لك درسين وتخلص المنهج كله وتقول شكرا. ما شدتش حيلك هتلاقي نفسك رجعت للبدايه تاني ونسيت كل اللي فات، لانك لما بتذاكر بتاخد مذاكرتك معاك في ايدك. وقلت لك ربنا مش بيضيع مجهودك. انا دلوقتي كل اللي هعمله هشرح سريعا سمري عن باولي، والجزئيه كده سريعه عن اوف بو وهوند، سريع يعني سؤال لكل حاجه، واخش على طول في التوزيعات والحل بتاع الهوم ورك. يلا بينا شباب، لو سمحتوا بنتكلم مع بعض النهارده عن واحد اسمه باولي. عم باولي ده عمل نظريه اسمها نظريه الاكسكلوجن. اجينا اسمها يا رجاله ايه؟ الاكسكلوجن برنسبل. الراجل ده قال كلمه حلوه قوي، قال لك مفيش 2 الكترون في نفس الاتوم. يبقى تاني يا رجاله، مفيش 2 الكترون في نفس الاتوم مالهم هاف سيم 4 كوانتم نمبر. مفيش 2 الكترون في نفس الاتوم عندهم نفس الكوانتم نمبر. مين هم الكوانتم نمبر؟ الان والال، الام ال، والام اس. واحده تاني كده، واحده واحده. مفيش 2 الكترون في ان ذا سيم اتوم، نو 2 الكترون ان سيم اتوم هاف سيم كوانتم نمبر. الكلام ده مستحيل يا باشا. مين هم الكوانتم نمبر؟ الان، والان هو دليل على الدور. الال، الال هو مستر دليل على السعر بتاع الشعر، يالا السعر بتاع السب ليفل. طب الام ال وهو دليل على الغرفه اللي هي مستر زيرو في النص، هنا بوزيتيف هنا نيجاتيف. جميل. الام اس اللي هو الدوران اللي هي السبين، اللي هي مره تبقى بوزيتيف هاف باصص لفوق، او الثانيه نيجاتيف هاف باصص لتحت. مستر ايه ده؟ يعني لو انا دلوقتي جبت الاس، ادي الاس، هي الاس فيها 2 الكترون، واحد باصص لفوق والثاني باصص لتحت. قال لك ايه؟ مستحيل 2 الكترون في نفس المكان في نفس الاتوم يكون عندهم نفس الاربع صفات. طب تعالى كده نمسك ده، هو الراجل ده باصص فين؟ قال لي باصص لفوق. طالما الراجل الطيب ده باصص لفوق، اولا لو انا جيت قلت لك 2s2، انا همسك ده لوحده وهمسك ده لوحده. عايز اعرف صفات، بص خلي بالك، البروبرتيز بتاعه الالكترون اللي باصص لفوق. هتقول لي اولا ان ال ام ال ام اس، تقول لي ان يعني هو موجود في الدور. قال لي مثلا هنا 2 يبقى موجود في الدور الثاني. ال هو موجود في الشقه اللي اسمها اس. طب الاس قيمتها هي اللي قيمتها زيرو، ماشي. طب مستر ام ال هو موجود في الاوضه اللي رقمها صفر، يبقى رقمها صفر. ام اس قال لي الام اس بتاعتك باصص لفوق يبقى بوزيتيف هاف. تعالى كده نبص الناحيه الثانيه، همسك الراجل اللي باصص تحت، هجيب له ان وهجيب له ال وهجيب له ام ال وهجيب له ام اس. يلا بينا.
الراجل اللي بص تحت موجود برضو في الدور التاني. ايه ده؟ ده هو ده. انت قلت لي مستحيل اتنين الكترون يبقى عندهم نفس الصفات. يا بولي يا اكسكلوجن يا دولي مفيش. اصبر. طب هنا مستر بص موجود هنا ان شاء الله في الشقه اسمها اس، ده موجود في اس وده موجود في اس، قيمتها كام؟ زيرو. ايه يا مستر في ايه؟ الدولي البولي ماله؟ قال لك مستحيل اتنين الكترون يكون عندهم نفس الصفات، ده هنا عنده نفس الان وهنا عنده نفس الان، هنا عنده نفس ال وهنا عنده نفس ال. طب الام ال ده قاعد في الاوضه زيرو وده قاعد في الاوضه زيرو، يا نهار ابيض، دول شبه. قصدك ممكن يبقوا شبه بعض في الصفات ولا ايه؟ ولكن ده باصص لفوق والتاني باصص لتحت، ده بوزيتيف هاف وده نيجاتيف هاف، فهنا عندنا على الاقل يكون في واحده اختلاف. يبقى تاني عشان كلامنا يبقى فير ومفهوم للناس كلها، مستحيل اتنين الكترون يكون عندهم نفس الاربع صفات، على الاقل يكون في واحده اختلاف ما بينهم طالما موجودين، وهاكد على كلامي، ان سيم اتوم. تعال اديك مثال، لو انا بتكلم على عمارتكم، مين في عمارتكم يقدر ينام في مكانه غيرك؟ تقول لي اخويا اقول لك ماليش دعوه، اتكلم في ناس غريبه. هتقول لي مثلا ما ممكن واحد ينام في نفس مكاني بس هينام في الدور اللي فوقيك، ممكن واحد ينام في نفس مكان يبقى ينام في الدور اللي تحتيك، محدش هيعرف ياخد مكانك ولا سريرك ولا بوزيشنك غيرك انت بس، يبقى انت او اللي فوقيك او حتى، طب لو قلنا اللي جنبيك نام في مكان غير مكانك، يبقى الالكترون بيبقى ليه صفه خاصه بيه جوه الاتوم محدش يقدر يبقى شبهه حتى لو في واحد اختلاف فقط. طب مثلا ممكن تاكد معايا، العالم ده قال لو انا قلت لك 3 بي 3، حلوه دي، بلاش، لا 3 بي 6 ماشي، يعني البي فيها 6، فانا هعمل كده. افتكر بقى لو انت جيت اتفرجت على الفيديو اللي فات، كان عندي عالم اسمه هوند، الراجل ده محترم، قال لك احنا ناس كرم لما بنيجي نوزع عندنا 6 الكترونات، فردي 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 فردي، ده اللي هو اسمها امبير امبير امبير، وبعدين زوجي زوجي زوجي. حلوه. لو انا عايز اعرف مثلا خاصيه الالكترون ده، عايز اعرف صفات ده، اهو انا غير لونه، وعايز اعرف صفات ده، بص لفوق كمان، هتقولي بص، يبقى ان ال ام ال ام اس، نفس الكلام، ان ال ام ال ام اس. حد يقول لي هو انا موجود في الدور الكام؟ هنا موجود في الدور الثالث، والناحيه الثانيه موجود في الدور الثالث. هنا موجود بي، استنى كده مستر عمر، بي انا هنا الشقه اللي قيمتها 1 وهنا الشقه اللي قيمتها 1. طب ام ال، ثانيه واحده، افتكر الاوضه اللي في النص اسمها 0، اللي من هنا بقول عليها بوزيتيف 1، اللي من هنا بقول عليها نيجاتيف 1. يبقى الراجل ده قاعد في الاوضه اللي اسمها نيجاتيف 1، ده قاعد في الاوضه اللي اسمها بوزيتيف 1، هو ده الاختلاف. الام اس، ركز بقى بالله عليك، الام اس مالك يا معلم؟ الام اس ده باص لفوق ده باص لفوق، ده بوزيتيف هاف، اما الراجل الطيب ده فبرضه بوزيتيف هاف. ممكن اسال سؤال؟ اتفضل. هنا نفس الان هنا ماشي، نفس ال هنا هي نفس ال هنا، جميل، نفس الام اس هي نفس الام اس، الاختلاف ان ده قاعد في اوضه نيجاتيف 1 اما ده قاعد في اوضه بوزيتيف 1، بس اصبح ما بينهم برضه اختلاف. طب امتى الاثنين الكترون، يبقى في اثنين الكترون عندهم سيم فور كوانتم نمبر، امتى يكون عندي اثنين الكترون عندهم نفس الاربع صفات؟ قال لي مستر بص، امتى يبقى واحد نايم في الدور الخامس، الشقة الدور الخامس، الشقة اللي على الشارع، الأوضة اللي بتطل على البحر، على السرير اللي في الجنب، امتى يبقى واحد نايم في نفس مكانك وسريرك والبوزيشن بتاعك؟ لو موجود في عمارة تانية. تاني، يبقى أنا هنا لو عندي أتوم وهنا عندي أتوم، هنتخيل إن الأتوم دي يا رجالة اسمها A والأتوم دي اسمها B. لو جيت قلت لك عندي هنا 2S1 وهنا عندي في التوزيع 2S1 مثلا، لو جيت بصيت عملت كده، هرسم هنا واحد الكترون باص لفوق وهاجي هنا هرسم واحد الكترون باص لفوق مثلا. لو جينا نقارن ما بين الالكترون ده والالكترون ده، هنلاقي ان الالكترون ده ان بتاعه موجوده في الدور الثاني،
ال بتاعته موجوده في الشقه اس ب 0، الام ال موجوده في الشقه اللي اسمها 0، الام اس الراجل ده بوزيتيف هاف. طب تعالى نبص على الراجل الطيب ده، هنلاقوا ان ال ان بتاعه يساوي 2، ان ال ال بتاعه موجود في الشقه اللي اسمها 0 اللي هي الاس، ان الام بتاعه موجود في ام ال موجود في الشقه 0 برضه اللي هي الاوضه 0، اما الام اس فهو بوزيتيف هاف. ايه ده؟ مستر الحق، دول اصبحوا شبه بعض في الصفات. بص يا ريس، ان 2 ان 2 ال 0 ال 0 ام 0 ام ال 0 ام اس بوزيتيف ام اس بوزيتيف. يا نهار ابيض، دول طلعوا شبه بعض في الصفات امتى؟ لما الاتوم دي كان اسمها ايه والاتوم دي اسمها بي. يبقى امتى يبقى الاثنين الكترون شبه بعض الصفات؟ لو انا بتكلم على تو ديفرنت اتوم، لو بتكلم على اتنين اتوم مختلفين، ساعتها تقدر ترد وتقول لي انا كده ممكن يبقى عندي اتنين الكترون عندهم نفس الصفات. اخيرا وليس اخيرا، كان عندنا راجل قال لنا اس اس بيس بس دبس دبس ف دبس ف دب. بص يا ريس، الاس تيجي بالدور الاول، تاني، تالت، رابع، خامس، سادس، سابع. البي يبتدي بالدور، البي يبتدي بالدور، تاني، تالت، رابع، خامس، سادس، سابع. الدي بتبتدي بالدور، الدي بتبتدي بالدور، التالت، يبقى اللي وراها الرابع، اللي وراها الخامس، اللي وراها السادس. اما الاف بتبتدي بالدور، اللي بتبتدي بالدور الرابع ثم الدور الخامس. خلينا متفقين ان انت لما بيجي لك ناس تسكنهم وهم الالكترونات، سيادتك بكل بساطة وسهولة بتبقى عامل كالاتي. تعمل ايه؟ ببدأ ان انا اسكن في اخلص الوان اس، وبعد كده اخلص 2S، وبعد كده اخلص 2B and so on. طب لو حد سألك ليه حطينا الفور اس قبل الثري دي، هتقول لان احنا حبينا ان احنا نرتب ascending. ومعنى ascending يعني برتب من اللور energy sub level to higher energy sub level. يبقى برتب من الشقق الاقل طاقه للشقق الاعلى طاقه. فاحنا وجدنا عن طريق استخدام قانون ال n بلس ال، وجد ان طاقه ال 3 دي اعلى من طاقة الفور اس، فاضطرينا نشقلب. طب لو حد حب يسألك ليه حطيت الفايف وبعد كده الفور دي، اللي دايما لما تلاقي الترتيب اتلخبط، اول ما تلاقي اي عملية زي عملية الري الرينج، يعني الترتيب مش طبيعي، حصل عملية اعادة ترتيب وبيسألك ويقول لك ليه، تقول له لاني برتب من اللور للهاير، لان احنا اكتشفنا ان طاقة الفور دي مالها مستر اعلى من طاقة الفايف اس، فبالتالي احنا بنحط الاقل طاقة ثم الاعلى طاقة. طب نفتكر مع بعض، الاس بتشيل 2 الكترون، البي بتشيل 6 الكترون، الدي بتشيل 10 الكترون لان الدي عندها 5 اوض وكل اوضة بتشيل 2، والاف بتشيل 14 الكترون لان الاف عندها 7 وكل اوضة بتشيل لو تفتكر 2 يبقى 14 الكترون. ودي حاجات ثابتة لازم نعرفها. طب مستر معلش عايز افتكر معاك حاجة كمان، اخيرا مين الان؟ الان هو قيمة الدور اللي انا قاعد فيه، وهو يقال عليه برينسبل. ولو عايز تعرف التوضيح كوانتم نمبر ارجع للفيديو اللي فات. طب مستر وده بعرفه منين؟ هو الرقم اللي بيكون جنب السب ليفل. يعني ايه؟ يعني انا قلت لك مثلا 3S، الرقم اللي جنبه ده هو رقم الدور اللي انا قاعد فيه. طب عندي حاجة اسمها ال، والال هو عبارة عن قيمة، اكتبها هناك دايما، قيمة السب ليفل، قيمة الشقة. كل شقة ليها قيمة. طب وهنا مستر ده ليه قيمة جميلة، طب القيمة بتاعتي بكام؟ قال لي بص يا مستر عمر، لو نتفق مع بعض الاس قيمتها 0، البي قيمتها 1، الدي قيمتها 2، اما الاف قيمتها 3. طب مستر عمر لو سمحت، في حاجة اسمها الام،
ال، وهي كنت بقول لك رقم كل غرفه، كل غرفه عندي ليها رقم according to x axis و y axis. كنت مثلا لو عندي اوضه شقه زي البي، البي فيها 3 اوض، دايما الاوضه اللي في النص بديها رقم صفر. طب الاوضه اللي من على الجنب الجميل بديها هنا بوزيتيف 1، الاوضه اللي من على الجنب الشمال فبديها نيجاتيف 1. ده رقم كل اوضه، والرقم ده هي قيمه كل اوضه بيتقال عليه ام ال. طب لو جيت قلت لك يا عم الدي 1 2 3 4 5 6 خلاص، تعالى هنا اهو 5، فين الاوضه اللي في النص؟ قال لي الاوضه اللي في النص هتكون 0. طب اللي هنا بوزيتيف 1، طب اللي هنا بوزيتيف 2، اللي هنا نيجاتيف 1، اللي هنا نيجاتيف 2. طب اخيرا يلا بينا اهي 1 2 3 4 5 6 7. الاوضه اللي في النص اسمها 0. طب هنا بوزيتيف 1 بوزيتيف 2 بوزيتيف 3، طب هنا نيجاتيف 1 نيجاتيف 2 نيجاتيف 3. واخيرا والغلبانه بتاعتنا الشقه اس او الاوضه اس، هي اوضه واحده فبتبقى رقمها 0، ده الام ال. اخر حاجه لما تشوفها الام اس، انت عندك ناس باصه لفوق وناس باصه لتحت. اللي باصص لفوق بديله اشاره بوزيتيف هاف، اما اللي باصص لتحت بديله اشاره نيجاتيف هاف. وبكده اكون شرحت اللي اسمهم كوانتم نمبر. حلو قوي، يلا بينا استاذ عظيم نخش على الحل. المهم بيقول لي هنا according to building up، building up دي بتاعت منظمه اوف باو برنسبل، مالها اللي عملوا اس اس بس بس، اللي كانوا بيملوا الشقق الاقل طاقه ثم الشقق الاعلى طاقه. impossible to determine the pose، the position، ايه علاقه البوزيشن والسبيد مش تبعهم بقى اساسا. the electron occupy the orbital with lower energy، بملى الاوضه الاقل طاقه او السب ليفل الاقل طاقه ثم الاعلى طاقه. طب مستر the electron occupy equal energy، لا مستحيل equal energy. orbital single first before بيرنج، طبعا النظريه دي حتى بتاعت سنجلي دي بفور بيرنج دي بتاعت هون مش بتاعت باو. ويتش اوف ذا فولوينج سيت اوف انرجي اسندنج اوردر، عايز ارتب ده. بص يا رجاله احنا عندنا قاعده بتقول ان بلس ال، ده قانون حساب طاقه السب ليفل. عشان تحسب طاقه السب ليفل ان بلس ال، فانا هاجي عند كل واحد مثلا 4 دي و5 بي و4 اف، ماشي 4 دي هعمل ان بلس ال يبقى 4 بلس، هي دي سعرها كام؟ 2، يبقى كام دي؟ دي 6، ماشي 5 بي يبقى 5 بلس 1 يبقى دي كام؟ 6، يبقى الاثنين دول قد بعض. هنا قال لي لا اكبر، لا استنى يبقى دي غلط، امسح اللي وراها. 3 بي ادي 3 بي، وهنا 4 اس وادي 4 اس، وهنا 3 دي وادي 3 دي. تعال نحسب 3 بلس 1 يبقى هنا مجموعهم 4، 4 بلس 0 يبقى ده 4، 3 بلس 2 يبقى ده مجموعه 5، يبقى الاثنين دول قد بعض وده اكبر، ايكوال وده اكبر. فين بقى دي كده؟ ايوه ايكوال وده اكبر، يبقى دي الاجابه. اللي ورا which is easier، ها مين اسهل؟ معلش انا اسف طالب من الناس، 3 دي بعد كده 4 اس. خلينا نتفق مع بعض بس كام اتفاق عشان بس ايه ما نتضايقش من بعض. احنا عندنا الدور الاول فيه 1 اس، طب هنا 2 اس 2 بي، طب هنا 3 اس 3 بي 3 دي، طب وهنا 4 اس. فاكر لما قلت لك لما باجي افقد من اعلى نقطه، مين اعلى نقطه؟ انا دايما اعلى نقطه، برغم ان انا بملى ال 4 اس قبل ال 3 دي، برغم ان طاقه ال 3 دي اعلى من طاقه ال 4 اس، بس ده في الدور الرابع فده الاعلى. فلما بفقد من 4 اس ليه؟ طبعا انت عارف ان هنا في حاجه اسمها نيوكليس، لان ال 4 اس يصنف عندي ابعد من النيوكليس، فورزر من النيوكليس. هنا 4s is more easier close to nucleus، لا less easier، لا less easier، لا ما فيش غير واحده اهي more easier as it farther from nucleus than 3d. اللي وراه بيقول the total number of orbital which are filled with electron in 2 energy level m and l، ماشي في الارجون 18. بص يا رجاله وزع على طول، ادي s s بس
بي. واحد اثنين ثلاثة اثنين ثلاثة قصدي على 18 2 2 6 ادي 2 6 ادي 18. بيقول لي لو سمحت كي ال ام رحت فين؟ تعالى ال ام ال ده الدور الكام؟ قال لي ال ده الدور الثاني، ام ده الدور الثالث. امسك اي حاجه، معلش انا عايز هايلايت، امسك اي حاجه مكتوب عليها الدور الثاني، ادي الدور الثاني ادي الدور الثاني، يبقى اللي انا علمت عليهم دور الثالث الثاني اللي هو مين؟ ال. طب ام الدور الثالث، امسك اي حاجه مكتوب عليها نجم، يلا معلم لو سمحت، مكتوب عليها الدور الثالث، ادي 3 اس وادي 3 بي، ادي دول موجودين في الام. طب نركز، 2 و6 مجموعهم 8، 2 و6 مجموعهم 8. جميل قوي. طب مستر بيقول لي هنا ركز كده لو سمحت، ذا نمبر اوف اوربيتالز، عايز اعرف عدد الاوربيتال. ها هي الاس فيها كم اوضه؟ واحده. طب البي فيها كم اوضه؟ ثلاثه. وهنا مملين كاملين، سنجل دبل سنجل 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 دبل دبل دبل، مظبوط. طب هنا الاس اوضه واحده وعايز كله، والبي ثلاثه، يلا بينا. ادي انت هنا، ادي سنجل دبل سنجل 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 دبل دبل دبل، يبقى 1 2 3 4 5 6 7 8، هنا في 8 اوض. اللي بعده بيقول ذا نمبر اوف هاف فيلد اوربيتال ان دي 8، دي 8 هاف فيلد. الدي يلا نرسم الدي يا رجاله، 1 2 3 4 5، ارسم الثمانيه، سنجل 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 دبل دبل دبل، في كام واحده هاف فيلد؟ قال لي هنا في اوضه نص ماليه واوضه نص ماليه، يبقى 2 هاف فيلد اوربيتال. اللي وراه بيقول لك ويتش of the following represents the possible quantum number for the last electron in nitrogen. النيتروجين فيها 7 الكترون. الناس كلها تركز معايا بسرعه، أستاذ الناس ركز معايا، النيتروجين عندي فيها 7 الكترون، تعالوا نوزع كده السبعه، ادي اس اس دي، 1 2 2 2 2 3، وادي البي اي فيها سنجولة سنجولة سنجولة، عايز يبقى لاست الكترون اخر حاجة ايدي كتبتها اهو، يلا نوصفه. ان هو في التو بي، يبقى ان في الدور الثاني، ال هو في البي، البي سعرها واحد، ام ال هو الاوضة دي اسمها زيرو، دي بوزيتيف 1 دي نيجاتيف 1، يبقى ام ال بوزيتيف 1، ام اس هو باصص لفوق يبقى بوزيتيف هاف، فين بقى 2 و1 وبوزيتيف 1 وبوزيتيف هاف، اهي الاجابه الاولى. اللي بعده بيقول ويتش اوف ذا فولوينج، يا عم مش عايزك يا عم اقفل اقفل شكرا. ويتش اوف ذا فولوينج ريبريزنت ذا بوسيبل فاري كوانتم فور ذا لاست الكترون ان فانيديوم. اوكي يلا، اس اس بس بس دي، هنا لاست الكترون 1 2 3 4 2 3 3، هو ما قالكش انا عايز الالكترون اللي موجود في ابعد دور في اخر دور، قال لك لاست يعني اخر حاجه هتكتبها. فانا لما اجي اشتغل اشتغلها ازاي يا رجاله؟ 2 2 6 2 6 2 3. طب يلا بينا كده نشتغل الثلاثه مع بعض، ادي 1 2 3 4، يلا نوزع كام دول؟ 3 سنجل سنجل سنجل، واحده واحده كده يا معلم. الاوضه اللي في النص زيرو، هنا بوزيتيف 1 هنا بوزيتيف 2 هنا نيجاتيف 1 هنا نيجاتيف 2، فين اخر حاجه؟ تعال نوصفها. ان موجوده في الدور الثالث، ال موجوده في الدي، الدي سعرها 2، ام ال موجود في الاوضه اللي اسمها زيرو، طب ام اس انا باصص لفوق يبقى بوزيتيف هاف. تعال نطلع لي الشغلانه دي من هنا، 3 2 0 بوزيتيف هاف، تصدق يا سلام الاجابه هتبقى ايه؟ اللي بعده بيقول ذا 19th الكترون، الالكترون رقم 19 في الكروميوم 24، انا فاكر ده الكروميوم 24 ده كان فيه اكسبشن بتاع الدي. طب تعالى نوزع عادي الاول ونشوفه، اس اس بس بس وادي دي، ها 1 2 3 4 2 3 3، لما اجي اوزع اوزع ازاي يا رجاله؟ 2 2 6 2 6 2 4، هتقول لي مستحيل، هاخد من الاس واحده واحطها هنا تبقى 5. بيقول انا عايز الكترون رقم 19، يلا نشوف، 2 و2 و6 ادي 10 و2 12 و6 18، والواحد ده هو رقم 19.
16 نايس يبقى 4S1. تعال نوصف ابوها بقى. يلا اوصفها لك. ال N بكام؟ قال لي بـ4. ال L بكام؟ قال لي بزيرو. ال M L خد معلومه، ال L بزيرو يبقى ال M L بزيرو عشان الاوضه اسمها زيرو. طب ال M S باصص لفوق يبقى بوزيتيف هاف. فين بقى الشغلانه دي؟ ادي 4 0 0 بوزيتيف هاف. يلا بينا يا رجاله على اللي بعده. السؤال اللي بعده بيقول لك which of the following quantum number represent the electron of جيليوم 31. تعالوا نوزع اس اس بس بس. تقول لي ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده، انت ليه عديت الدي؟ ما انت دايما تقول لنا اقف لحد الدي. اقول لك عشان عديت رقم 30. 4 2 3 3 وادي هنا 4. بص يا باشا 2 2 6 2 6 2 10 1 كده بقى 31. طب بيقول لي هنا ايه؟ انا عايز ريبريزنت ذا الكترون من ذا اتوم. ماشي اوكي، عايز اعرف مين الالكترون ده. بص يا حبيبي طبعا هنا قصده اللاست الكترون في اخر واحد هو اللي بوصفه 4B1. ما تجيش تقول لي 4S اقول لك استنى، ولا هتقول لي 3D اقول لك استنى، 4B ده موجود في الرابع B كمان. يبقى ال N هنا ب 4، ال L هنا ب 1، ال M L وال M S. طب تعالى بقى، هي ال B هي كام اوضه؟ 3 اوض. هحط واحد هنا في الاول، يبقى هنا 0 بوزيتيف 1 نيجاتيف 1. يبقى ال M L هنا بكام؟ بنيجاتيف 1. طب ال M S باص لفوق بوزيتيف هاف، يبقى 4. ها في الاجابه 1 نيجاتيف 1 بوزيتيف هاف، هتبقى الاجابه عندك سي. السؤال بعد بيقول ويتش. طبعا بص يا رجاله هقول لك على حاجه، لما يجي في الامتحان يديك الارقام كده جنب بعض يبقى قصده اول رقم ان، تاني رقم ال، بعد كده ام ال، وبعد كده ام اس. دي ارقام ثابته بترتيب ثابت. Which of the electron number has the higher، معلش زود لي هنا كلمه، higher energy. قانون الانرجي بيقول لك ان بلس ال. انت بقى مالكش دعوه بكل ده، انت ليك دعوه بالان والال، الان والال، الان والال، الان والال. يلا بينا 5 و0 5 4 1 5 4 و2 6 3 و2 5. يلا فين اكبر طاقه باينه؟ ما شاء الله الاجابه هتبقى بي. يبقى الطاقه بحسبها بقانون ان بلس ال. What is the number of the electron which have principal quantum number N 4 في المركب ده؟ يا ترى في الدور الرابع في كم واحد في المركب ده؟ لازم اوزع عشان ده 19 اس اس بس بي. 1 2 3 2 3 هوزع يلا 19 2 2 6 2 كده 12 وكده فاضل كام؟ قال لي تاني معلش هنا في اس كمان، ادي هنا معلش انا اسف 4 اس 6 ادي كده 18 فاضل واحده يبقى كده 19. بيقول لك في كام الكترون موجود في الدور الرابع؟ هو الدور الرابع مين؟ قال لي ما فيش غير ابوها هي ال 4 اس 1 الكترون. يبقى هنا في واحد الكترون موجود عندنا. اللي وراه طبعا البوكس ده ملغي، ما شوف حدش ليه دعوه بيه. بيقول لك يا مستر معلش هطلع بس حاجه ارسم فيها. يلا بينا. بيقول لي عايز املى 15 اوضه كومبليتلي فيلد واوضتين هاف فيلد. اسمع مني النصيحه دي يا ابني، لما يقول لك عايز املى 15 اوضه دايما املى لحد الدي. فاكر لما كنت بعلمك ايه؟ انا كنت بعلمك اس اس بس، ادي بس بس. ايه ده مثلا مش كنت بتقول لنا بس بس؟ عادي ممكن نمشوها بس بس، اللي عايز ينطقها زي ما ينطقها لو البنات بتتكسف عادي خلاص. ها ادي ده بس. ماشي يلا نكمل. ها اس اس بس بس دبس. يلا هنا في 3 اوض، هنا في 3 اوض، هنا في 1 2 3 4، هنا في 3 اوض. طب يلا بينا، عايز املى 15 اوضه، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15. املاهم ازاي؟ يلا يا رجاله، سنجل دبل سنجل دبل سنجل 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 دبل 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 سنجل دبل سنجل 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 دبل 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 سنجل دبل سنجل 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 دبل 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 دبل. كده عملت 15 اوضه.
وعايز املى اتنين هاف فيلد، عايز املى اتنين هاف فيلد، ادي سنجل سنجل. هل هو قال لك تاني تاني عايز اعمل حاجه تاني غير كده؟ قال لي لا، تعالى نعد مع بعض لحد دي 30 والاثنين يبقى اسمها 32. بيقول لك هنا ايه؟ وات از ذا نمبر اوف الكترون ان ذا لاست برنسبل انرجي ليفل. يبقى هنا بص، ادي 1 2 3 4 2 3 4 2. بيقول لي لو سمحت اللاست، حاجه غلط، انا اسف، ثلاثه اللاست ليفل في كام الكترون؟ لاست ليفل دور على اخر دور. مين اخر دور؟ 4B فيها 2 الكترون 2. اقول لك شاطر، اخر دور هو الدور الرابع، يبقى الاجابه 2. اقول لك حمار، خلي بالك ان انا عندي كمان مين موجود؟ الفور اس. لما اقول لك انا عايز الدور بتاعك، هتختار شقتكم انتوا ولا شقتكم انتوا وكل اللي موجودين في الدور؟ والاس فيها كمان 2، ده موجود في الرابع وده موجود في الرابع. 2 و2 مجموعهم كام؟ قال لي مجموعهم 4 الكترونات في الدور. يبقى الاجابه، يلا عم نطلع، 4 الكترون. يلا بينا على اللي بعده. بيقول لك وات از ذا نمبر اوف اوربيتال ويتش از كومبليتلي فيلد ويز الكترون ان ذا اليمنت هوز اتوميك نمبر 16. يلا نوزع كده، ادي اس اس بس بي. يلا 1 2 3 2 3. اجي اوزع ازاي يا رجاله؟ 2 2 6 ادي 10 و2 12، 12 من 16 يبقى فاضل تقريبا 4. بيقول لك عايز اعرف في كام اوضه مليانه. حاضر، ادي اس اس وادي بس ادي بي. هوزعهم ازاي يا رجاله؟ سنجل دبل سنجل دبل سنجل 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 دبل 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 سنجل دبل. البي بقى توزع ازاي؟ 4 فردي 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 زوجي. يلا نشوف في كام اوضه مليانه. 1 2 3 4 5 6 7، يبقى هم 7 غرف بس اللي مليانين. بيقول لحضرتك وات از ذا اتوميك نمبر، اتوميك نمبر يعني العدد، هو ذا الكترون اوكيباي 8 اوربيتال 8 اوض. حاضر، يا سلام، اقول معايا ادي اس مش عارف زمان، ادي اس اس وادي بس بس سن كده خلاص يعني. يلا نملى 8، 1 2 3 4 5 6 7 8. عايز اقف هنا، ماشي، طب تعالى واحده واحده. ادي سنجل دبل سنجل دبل سنجل 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 دبل 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 سنجل دبل. في حاجه صعبه؟ لا. طب انا هقف هنا ازاي؟ هتقول لي سنجل دبل سنجل دبل، هقول لك تنين مجنح وحمار مجنح. ليه؟ ما ينفعش املى سنجل، لازم الاول املى، ما ينفعش املى دبل، لازم الاول املى سنجل. فانا هعمل ايه يا رجاله؟ سنجل سنجل وانا مش عايز ده، انا عايز اخري هنا، اخري هنا بس. يبقى انا تعالى كده مش هقدر اكمل، يبقى انا هقف لحد هنا. 2 2 ادي 4 و6 ادي 10 و2 ادي 12 و2 ادي 14 الكترون. السؤال اللي بعده بيقول عندنا ايه يا رجاله؟ The number of orbital which are half filled with electron equal the numerical value of principle. يا ترى مين في دول؟ عدد الاوربيتال اللي عندها نص ماليه. اها، نص ماليه يساوي الفاليو بتاع البرنسبل، يساوي رقم الدور اللي هي فيه. طب نشوف، عايز اعرف كده ان 7. حاضر، ان 7 توزع ازاي؟ اس اس بي 1 2 2 2 2 في 3. لو جينا رسمنا ده، يلا بينا، سنجل 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 كده في 3 الكترونات ان بير، بس انا موجود في الدور الثاني، مش صح؟ هو عايز عدد السنجل يساوي الدور اللي انا فيه، يبقى لان ما تنفعش. تعالى باي باي، نصور الاو او 8 اس اس بي 1 2 3 2 وبعدين 2 2 4. يلا اهو اتفرج كده على المنظر، سنجل 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 دبل. لو جينا بصينا، انا عندي 2 امبير، وطالما عندي 2 سنجل وانا موجود في الدور الثاني، يعني الان بتاعتي ب2، يعني البرنسبل هي عدد الامبير. يبقى الاجابه صح، هي الاجابه اكسجين، اقسم بالله
اللي ورا. ذا تو الكترون هاف ذا سيم فور كو، لسه حللها معاك في الشرح. امتى الاثنين الالكترون يبقى عندهم نفس الكوانتم نمبر؟ لو هما الاثنين في ديفرنت اتوم. جميل، يلا اللي بعده. السؤال ده بقى هو اللي ايه محتاج حبه صياعه كده منك. Which of the following graph represent the relation between x number of the single. معلش انا عايز كده. قول يا كابتن. قال لك تحت number of single number of single 3D وتاني y number of spin quantum number نمبر بتاع السبين لما يكون في بوست هاف. ماشي، بص يا رجاله تعالى بس نمسك كده ايه الدي، ادي سنجل سنجل بوزيتيف هاف بوزيتيف هاف. كل ما عدد السنجل زاد كل ما ثانيه كده سنجل سنجل بوستف هاف بوستف هاف، كل ما عدد السنجل زاد كل ما البوستف هاف بيزيد. طب بص كده، بص 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 ركز بالله عليك بلاش حركه كتير. سنجل بوستف هاف حلو. وبعدين لما اجي املا هو ما قالكش اقف، هو قالك انت افضل حط عدد من الالكترونات السنجل، ما انت بتحط فردي فردي فردي، بعد كده بترجع تحط زوجي زوجي زوجي. نيجاتيف هاف نيجاتيف هاف نيجاتيف هاف زوجي نيجاتيف هاف. ايه ده مستر؟ ده العدد السنجل بيحصل له ايه؟ يقل، اصبح دبل يقل، وكمان ما هو كده عدد السنجل بيقل واصبح ايه؟ ده اصبح دبل. وكمان لما عدد السنجل قل وبقى يبقى دبل اصبح يظهر لي نيجاتيف مش يظهر لي بوزيتيف، فالبوزيتيف هاف بيقل عشان بقى نيجاتيف. انا كنت طالع لفوق وانا بوزيتيف هاف سنجل، اول ما بقيت دبل بقيت نيجاتيف هاف ونزلت لتحت. فين الاجابه؟ هتبقى الاجابه الصح هي الاجابه دي. يلا بينا على اللي بعده. What is the number of electron which can have اللي عندها magnetic quantum number negative 3 واحدة واحدة in 4F9. طب تعالى اوزع كده الاف، معلش الاف فيها كام اوضة؟ 7 1 2 3 4 5 6 7. طب 9 ادي سنجل 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 سنجل، ادي كده 7 8 9. يلا عايز ايه بقى؟ negative 3 هي الاوضه اللي في النص، ادي 1 2 3 4 5 6 7 صح. اوضه في النص 0 بوزيتيف 1 بوزيتيف 2 بوزيتيف 3 نيجاتيف 1 نيجاتيف 2 نيجاتيف 3. يقول لك الاوضه اللي اسمها نيجاتيف 3 اللي هي انه اللي هي دي مالها؟ فيها كام الكترون؟ قال لي فيها 2. شكرا. اللي بعده. السؤال ده فيه خباثه انا فاكر. اوكي ماشي، هطلع بس ورقه وقلم عشان نشتغل خباثه. The last energy sublevel in the element contains 3 electron 3 orbital. يبقى احنا عندنا اخر sublevel فيه 3 اوض 3 اوض. ماشي، مين السبليفل اللي فيه 3 اوض؟ ده البي وش يعني. اوضه اسمها اكس، الناس تركز معايا لو سمحتوا. اوضه اسمها واي، اوضه اسمها زد. ماشي يا معلم، قول لي اكس contain 1 electron واكس جواها 1 الكترون بس. ماشي، يعني الواي والزد فاضيين. يبقى انا هنا كده فهمت من الكلام ده ان انا عندي حاجه اسمها بي 1 الكترون. شكرا. ذا سام اوف ان بلس ال يساوي 5. ايه ان بلس ال؟ ده حساب الطاقه. حساب الطاقه لما اعمل ان زائد ال هيساوي 5. طب ما انا عارف ان البي ال بتاعها والسعر بتاعها بواحد، يبقى انا هعمل ان بلس 1 يساوي 5. اودي الواحد هناك بعكس الاشاره اصبحت الان تساوي 4، يبقى انا في الدور الرابع. يبقى بدل ما اقول ان 1 هقول 4 بي 1. حلو، يبقى ده ايه ده؟ قال لي يا مستر ده اللاست. طب انت عايز ايه؟ يا ترى الاتوميك نمبر بكام؟ الاتوميك يعني المركب كله. قال لي لما تبقى معاك النهايه اعمل ايه؟ حط النهايه في الاخر وزع لحد ما توصل لها اس اس بس اس اس بس بس دبس. طب يلا بينا، 1 2 3 4 2 3 4 وادي 3. طب طالما ده مليان اكيد كل اللي قبله كمان في الكترون، يبقى كل اللي قبله مليانين. 2 2 6 2 6 2 10. لما نيجي نوزعهم 2 و2 و6 2 2 6 10 30 و1 يبقى 31.
يبقى الاجابه الصح 31 الكترون. السؤال اللي بعديه بيقول لك ان اليمنت ذا فالنس، ركز كده لو سمحت، في مركب هو فين اهو ذا فالنس شيل اخر دور كونتين نمبر اوف الكترون ايكوال ايه نمبر اوف برنسبل ليفل، ومين تاني نمبر اوف سب ليفل نمبر اوف اوربيتال. اه مين المركب اللي عدد الدور بتاعه اللي هو فيه يساوي عدد السب ليفل اللي عنده يساوي عدد الاوض اللي عنده؟ هو البي 4. جرب انت كله هتبقى البي 4. اشمعنى؟ ادي اس اس، هاجي اوزع كده هنا واحد وهنا اثنين، يلا نوزع اثنين اثنين. اوكي نهدى كده، دي سنجل دبل سنجل دبل. بيقول لي هنا مين ذا الكترونز ايكوال هنا ذا فالنس شيل، معنى كلمه فالنس يعني الاخير. هو الدور الاخير فيه كام الكترون؟ اثنين. وانا موجود في الدور الكام؟ الثاني. وعندي كام اوضه؟ اوضتين. وعندي كام اوضه؟ اوضتين. وعندي كام سب ليفل؟ اثنين. بص الرقم المشترك اثنين، يبقى انا عندي اثنين الكترون في الاخر، معنى كلمه فالنس يعني الاخير. انا عندي الكترونين وعندي اوضتين وعندي شقتين وقاعد في الدور الثاني، يبقى الاجابه البي اي صح. بيقول لي عندي مركب ايرون 26 ذا نمبر اوف هار اوربيتال از ايكوال تو نوت ذا كوانتم نمبر اوف ذا فارزست الكترون فروم ذا نيوكليس. ماشي، فارزست الكترون يعني ابعد واحد من النيوكليس. تعال بس اوزع الاول، ربنا يكرمنا. طلع لنا الشيت نوزع في السؤال 26 اس اس بس بس دي. ادي واحد اثنين ثلاثة اربعة اثنين ثلاثة ثلاثة اثنين اثنين ستة اثنين ستة اثنين ستة. ماشي، فين ابعد الكترون من النيوكليوس؟ يبقى انا عايز واحد موجود في الدور العالي. فين الدور العالي؟ 4s2 ده الدور العالي. ماشي، وعايز ايه بقى؟ طب انا واحد فيهم؟ قال لي اكيد ماشي خلاص فهمنا. التاني عايز ايه؟ قال لي ذا نمبر، هنا ذا نمبر اوف هاف فيلد اوربيتال از ايكوال تو نقط ذا فارزست الكترون. اوكي تعال نشوف عدد الهاف فيلد اوربيتال، هي دي كام؟ 6. ماشي، انا موزع السته سنجل 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 سنجل، بعدين قال لي دبل. هو في كام واحده هاف فيلد؟ ادي واحد اثنين ثلاثه اربعه، احنا عندنا اربع اوربيتال هاف فيلد، عندنا اربع اوربيتال نص ماليه. جميل، والدور العالي موجود في ايه التشابه ما بين اعلى دور وعدد الاوربيتال الاربعه؟ عدد الاوربيتال كام؟ اربعه. وابعد دور هو الدور الكام؟ الرابع. يبقى وجه التشابه ما بينهم هو الدور او البرنسبل. يا برنس، فين البرنسبل بقى يا معلم؟ اهي البرنسبل اللي وراه. وات از ذا نمبر اوف الكترون بينالتيميت؟ السؤال ده حليته معاكم في الحصه. تعال نوزع 28 الكترون اس اس بس بس دبس. حلو، واحد اثنين ثلاثة أربعة اثنين ثلاثة ثلاثة، يلا نوزع مع بعض اثنين اثنين ستة اثنين ستة اثنين عشرة، وهنا ثمانية. معنى بين التيميت يعني قبل الأخير. الناس تركز معايا لو سمحت. طب مستر لو بعد إذن حضرتك قلت لك اتفضل، هو فين الدور الأخير؟ هقول لك بقى معلومة، ان الدور الاخير هو الدور الرابع. متوزع الاول بس ده الاخير، انا مش عايز الاخير، انا عايز قبل الاخير. فين قبل الاخير؟ هتقول لي يا مستر الدور الثالث الثري دي ايت. جدع، بس انا باخد شقه واحده في الدور الاخير ولا الدور الاخير كله؟ قال لي لا اكيد الدور الاخير كله، يبقى 3B6 وال3S2 كل دول في الدور الاخير. يبقى ده هنا في الدور الاخير، وده في الدور الاخير، وده في الدور سوري قبل الاخير. يبقى ده وده وده كلهم في الدور اللي قبل الاخير. 2 زائد 6 زائد 8 هلاقي مجموعهم عندي 16، هم دول كلهم في الدور اللي قبل الاخير. ها السؤال ده من الاسئله اللي يعني محتاجه شويه تفكير بس مش اكتر. ان اليمنت البرنسبل نمبر يعني عدد الالكترونات اربعه، عدد الادوار اربعه، واحد اثنين ثلاثة أربعة، لأنه قال لك إن أربعة.
if the number of electron found in M مش ادي K L M N. لو عدد الالكترونات اللي موجودة في الام فين الام اللي هو ده ماله بقى ضعف عدد الالكترونات اللي موجودة في ال ده بيلعب. هو هنا في كام الكترون؟ اتنين دي محفوظة. هنا كام الكترون؟ تمانية. هنا في كام؟ 18. بس استنى هو ما قالش كده، قال لك الالكترونات اللي ال بيشيلها اللي هو التمانية الام معاه ضعفها. تمانية في اتنين بكام؟ قال لي يبقى هنا في 16 الكترون. ايه ده؟ طب وايه علاقة الدور الرابع اللي هو صادق ليه قاعد في الدور الرابع؟ قال لي بص بقى ممكن اعرف مين موجود هنا في الام؟ هتقول لي موجود الاس والبي والدي. الدور الثالث فيه ثلاث شقق، حاجه اسمها 3s 3b 3d. ممكن اطلب منك ادي 3s وادي 3b وادي 3d. ممكن اطلب منك نملاهم، هتقول لي 16 نملاهم لك يا سلام. 2 و6 جميل، 2 و 2 و6 وكام؟ 8 8 9 10 11 12 4 12 13 14 15 16. يبقى هنا دي 8 كده. انا وزعنا كام؟ 16. تحب اقول لك جمله بقى؟ قبل ما احط اي الكترون في الدي لازم املا الفور اس الاول. ايه ده؟ مش انا في الترتيب بحط الفور اس وبعد كده 3 دي؟ طب هنا في 16 الكترون، ف 16 الكترون اكيد اتحطوا في الاس والبي قبل ما احط رجلي في الدي، لازم اطلع للفور اس اقول لها فور اس خدي 2 الكترون وارجع تاني لل 3 دي. يبقى انا بطلع للفور اس وارجع تاني، يبقى دي فيها 8 وش الاس فيها 2. طب تعالى كده نحسبوها مع بعض. هنا في 2 الكترون، عرفت منين؟ لان انا طالما مليت ال 3 دي يبقى الفور اس مليانه. 2 و8 ادي 10 و16 و2. يلا كالكوليتور اهو معايا. 2 زائد 8 زائد 16 زائد 2 هيطلع الإجابة ب 28 إلكترون. يلا بينا على اللي بعده شباب. يلا بينا. بيقول لك هنا What is the electronic configuration؟ يا ترى إيه التوزيع بتاع إيه؟ ثانية واحدة نصغره بتاع الطيب ده. شكرا. What is of the outer most third energy level of the stable atom has 7 valence electrons. بص يا رجالة، معنى كلمة valence electron معناها، وهنا خلي بالك معناها الالكترونات الموجودة في الآخر التي تشترك في التفاعل. معنى كلمة فيلنس الكترون هي الالكترونات اللي مرمية في الاخر اللي بتخش في عمل البوند او الكيميكال رياكشنز. طب انا لو جيت سألتك هنا بقول لك انا لو انا موجود في الدور الثالث وفي 7 الكترونات، يا ترى هيبقى اخر واحد فيه واحدة واحدة. طالما بقول لك موجود في الدور الثالث يبقى انا عندي مين؟ رجعنا نفتكر في الدور الثالث احنا عندنا 3S 3B وال3D واحدة واحدة. تعال نوزع السبعة، ادي هنا اتنين، سبعة عشان منهم اتنين بقى لك كام؟ ايه بقى لي خمسة. انا هنا معنى كلمة فيلنس الكترون انا موجود في الاخر، مين الالكترونات الموجودة في الاخر؟ ودايما في الدور التالت تلاقي الاس والبي مع بعض. طب الدي ليه منطور دايما كده بعيد عنهم؟ لان انت بتملى الفور اس وبعد كده بترجع تملى الثري دي. يبقى مين اللي موجود في الاخر؟ ادي 3s2 3b5 اللي وراه the last sub level in x positive. ماشي، كلمة positive يعني الراجل ده عامل عملية لوز عين. وخلي بالك من كلمة عين، الكلمة دي خلي بالك قلة أدب. ماله 2b6 بيقول لي المركب بعد ما فقد، أو أنت عرفت منين بعد ما فقد؟ نتيجة لوجود كلمة عين أصبح معايا 2B6. هو فقط كام؟ X positive 3. ماشي، أنا هنا عشان قال لي هنا What is the half field orbital of its atom؟ يا لهوي دي قلة أدب. Atom X، بص يا ريس، طالما بقول لك عايز أتوم يبقى أنا عايز أرجع للأصل. فبقول لنفسي يا نفسي
لو انا جيت قلت لك عمر سليمان بعد ما فقد 3 جنيه اصبح في جيبه 7 جنيه، يبقى عمر سليمان وهو اتوم يعني وهو في الاصل كان معاه كام؟ هتقول لي بص بس انا هنا مضطر ارجع الثلاثه لاصحابه، يبقى الثلاثه الكترون هيرجعوا هنا. طب واحده واحده، قال لي يا مستر هو لما كان كده كان اسمه ايه؟ ادي اس اس بي، ادي واحد اتنين اتنين، ادي اتنين اتنين ستة. ده ايه ده؟ ده لما فقدت. طب لو عايز ارجع الكترونات، يلا هتكمل بقى، عايز ارجع بدل ما يبقى سكة عايز ازود عليك تلاتة، مستحيل التلاتة اللي انا عايز ازودهم يزيدوا على الستة لان البي اخره ستة، يبقى اس اس بس بي. تعال نكمل. ها ادي تلاتة وادي تلاتة. بص يا معلم انا معايا تلات الكترونات عايز ارجعهم، انا ارجعهم هنا ولا هنا ولا اكمل؟ ادي كمل عادي يا عم، الاس بتشيل اتنين، يبقى انا رجعت من التلاتة اتنين، فاضل لي البي بتشيل واحد. يبقى هنا بيقول لك لو سمحت بص السؤال، حيوات از نمبر اوف هاف فيلد اوربيتال ان اتس اتوم. كده انت عملت عملية ترجيع للاصل. ماشي يا معلم، 3B1 ادي البي فيها واحد الكترون بس. طب استنى، هو ربنا خلق البي ايه؟ قال لي مثلا ربنا خلق البي هي عباره عن ثلاث غرف، واحد اثنين ثلاثه، والبي جواها واحد الكترون، ادي 1 الكترون. يبقى هنا طالما فيها واحد الكترون يبقى ده بقول عليه في الكيمياء هاف فيلد. يبقى هنا بيقول لك عدد الهاف فيلد هتكون 1. اللي بعديه بيقول which of the following represents the configuration of مركب زد ار بوزيتيف 240. واحده واحده. طب خلي بالك هو عايز توزيعه لما فقد، فانا هعمل كده. يلا بينا نقول لك مركب الزد ار 40، يلا نوزع ال 40 الكترون. هوزع ال 40 ازاي يا رجاله؟ اس اس بس بس دبس دي. نوزع يلا مع بعض، واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة، يا رب نركز معايا مرة واحدة، اتنين تلاتة اربعة، وهنا تلاتة اربعة. ماشي، لو وزعنا الاربعين هنوزعهم ازاي؟ اتنين اتنين ستة، اتنين ستة اتنين عشرة، كده وزعنا 30. طب وستة يبقى كده وزعنا 36. طب واتنين يبقى كده وزعنا 38 من اصل 40. طب كده فاضل لك كام؟ قال لي يا مستر كده فاضل لك تاني 38 من اصل 40، يبقى كده فاضل لك اتنين. حلوه. هو قال لك مركب الزد ار بوزيتيف 2 يعني عامل لوز لاتنين الكترون. يلا دي حته بقى صايعه منك بقى، لما اجي اعمل لوز اعمل لوز من اعلى دور. طب مثلا لو سمحت اعلى دور الفور دي، اقول لك لا ثانيه واحده، الفور دي ده موجود في الدور الكام؟ قال لي موجود في الدور الرابع، وانا لما هفقد ده في قبلها 5S موجود في الدور الخامس. لما باجي افقد بفقد من اعلى نقطه، فين الاعلى نقطه؟ اللي هي الفور 5S، لان ده موجود في الخامس. انت كنت بتلعب على الفور دي والفور اس والثري دي، المره دي لا، انت بتلعب على الفايف اس والفور دي. يبقى لما اجي افقد هشيل من هنا الكترونات، هتبقى اسمها 5S0، وفي بعض الاماكن ساعات بيلغوا اساسا الحته دي اكنها مش موجوده. فبتيجي تبص هنا للتوزيع، ادي 1S، بص على اللي انت عامله، ادي 2S، ادي 2B، ادي 3S، ادي 3B، ادي 3D، ادي 4S. مستر ده مش عامل نفس الترتيب، مش مهم، بس اهم حاجه اللي انت كاتبه موجود هنا، عشان كده عمال انقط. ادي 4B، ادي 4D2، والاس مش موجوده. مستر طب استنى، ما الترتيب هو يعمل الترتيب زي ما هو عاوزه، انا شغال، انا كل اللي بعمله بتاكد بس ان الحاجات اللي انا كاتبها موجوده، وبالفعل موجوده، وهو فقد بدل ما يكتب لنا 5S0 عملها ما كتبهاش اساسا. اللي وراه what is the electronic configuration which represent excited atom. بالله عليك خلي بالك من الجمله دي، معنى كلمه excited مش معناها ان هو عامل لوز، معنى كلمه excited يعني مستثار. بص عمر سليمان عمل اتوم excited يعني خبط، فالالكترون طلعت فوق، يبقى انا معنى كلمه excited، بص واحده واحده، اكس عليها 2
واي عليها 3، ده المركب في شكله الطبيعي. اكزايتد يعني ضربت المركب، فلما ضربت المركب الاكس كان عليها 2، فقدت واحد من الاثنين وراح قعد هنا 4. ايه ده ايه ده؟ ده في واحد يا مستر نط من هنا وراح هنا، ده اسمه اكزايتد. حلو قوي. بيقول لك انا عايز اتوم اكزايتد واحده واحده. لو جيت بسيط وزن ال 9 جيت وزعها، ادي 1s 2s 2b، ادي 2 2 5، دي كده نورمال مش اكزايتد. طب تعالى الهيليوم فيها 2، ادي 1s 2 برضه نورمال عادي. طب هنا 1s 2s 2b، 2 2 3 كده 7، دي نورمال برضه. طب بص كده الليثيوم، الليثيوم 3 ادي 2 1، تقول الله اقول لك استنى الله عليك انت اصبر، مش هي بتوزع اس اس بي، يعني بتوزع كده 1 2 ثلاثة، سوري 1 2 2. جميل نركز. قال لي يا مستر كنت بوزعها ازاي؟ ليثيوم 2 1. طب ايه اللي حصل؟ قال لي اللي حصل كالاتي، ان اوريدي الالكترون اللي موجود هنا على الاس مشى وراح وقف على البي، كده اسمه اكزايتد. هو ما عملش لوز. اكزايتد يعني ايه؟ زق الالكترون لدور اعلى بس جواه، وده والاس ما بقاش موجود كده اكيد، ولا حاجه مش موجوده بس ما بكتبهاش. يبقى هنا كان في الكترون، كان في شقه اسمها 2s عليها 1 الكترون، اتنط هنا عمل ايه يا عم؟ اهي نط اتزق واصبح اكزايتد، موجود في دور مش دوره، موجود في دور بعده. يبقى الاجابه هتبقى عندك الليثيوم 3. Which of the following represents the electronic configuration of gallium 31 at excited state؟ وهنا لو تاخد بالك ان هو موزع لك الموضوع بالادوار، انت عارف الدور الاول بياخد 2، الدور الثاني بياخد 8، الدور التاخد بياخد 18، الدور الرابع بياخد 32 الكترون. لما تيجي نوزع ال 31، 2 8 18 3 تقريبا، تعالى كده مش اتاكد، مش فاكر، 2 زائد 8 زائد 18 زائد 3 31 مظبوط شكرا. طب وبعدين؟ قال لي انا عايز حاجه اكزايتد. معنى كلمه اكزايتد يعني ايه؟ بص كده شوف الكترون متحرك من مكانه لدور اعلى. بص 2 8 17 3، ايه ده؟ هتقولي ما هي كانت 18 بقت 17، يعني نط منها واحد. طب نط راح فين؟ لا ده 3 زي ما هي، يبقى ما ينفعش. ثانية واحدة، يبقى أول واحد ده غلط. طب 2 ايه ده كده عادي النورمال ستيت. طب بص كده 2 8 18 4، هتقولي ايه بدل ما 3 بقت 4؟ أقول لك ماشي أوكي، 2 وأدي 2، 8 وأدي 8، 18 وأدي 18، ايه ده؟ يعني الأربعة دي في واحد زيادة، جا منين الواحد ده؟ لا ما نعرفش جا منين، ولكن بص بقى اللي جاية دي 2 2 8 8 18 17، يعني معناها ان في واحد الكترون من هنا نط راح هنا. جميل، ايه ده؟ اسمه اكزايتد. جميل، راح عند التلاتة اصبحت 4. تصدق مظبوط الكلام ده؟ يبقى هي دي الاكزايتد. اللي ورا بيقول which of the following represent the spin motion of the last energy level argon 18، ادي اس اس بس بي. لما تيجي توزع عند حضرتك 1 2 3 2 3 2 2 6 2 12، وهنا في 6، يبقى اخر حاجه بكتبها اسمها 3 بي 6. سيادتك لو جيت بصيت زي الشطور الامور هتلاقي نفسك رسمت الشكل ده. عايز اوزع 6، ادي عندك سنجل سنجل سنجل، وبعدين يا رجاله دبل دبل دبل. طب فين الشغله دي؟ عايزين حاجه واحده بس فوق، دي ما تنفعش، ما ينفعش الاثنين بصين لتحت. الكلام ده يعكس كلام مين؟ باولي. اشمعنى باولي؟ قال لك ما ينفعش اثنين الكترون يبقى عندهم نفس الصفات، ما ينفعش يبقوا قاعدين في نفس الاوضه ونفس الدور ونفس الشقه وكمان بصين لفوق، ما لازم الاثنين الكترون على الاقل عندهم واحد اختلاف. حلو، وما ينفعش اوزع دبل من غير ما اوزع الاوضه كلها سنجل زي مين؟ زي هوند اللي قال لنا كده. طب هنا كله سناجل، قال لي ما ينفعش سنجل 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 دبل دبل دبل، هي دي الاجابه الصح. يلا بينا على اللي بعده. يلا بينا يا شباب. بيقول لك which of the following، السؤال ده متغير ها، violates
باولي برنسبل. معنى كلمه فايوليت معناها يعارض، اشطب السؤال واكتب الكلام اللي انا كاتبه. مين في الرسومات دي عكس باولي؟ باولي قال ايه؟ مستحيل اتنين الكترون يكونوا عندهم نفس الصفات، خلاص في نفس الاتوم. طب مستر ده هنا دبل قبل السنجل، طب ما هو اقول لك لا ده تبع هاند، انا عايز حاجه عكس باولي. طب استنى مستر ده بص انا اقول لك على حاجه، يعني في بعض المراجع تقول لك ايه سنجل سنجل سنجل، تقول لي مستر طب ازاي ده باصص لتحت؟ في ناس بتقول لك عادي طالما سنجل وخلاص، يبقى انت لما تيجي حتى تيجي تعمل دبل برضه عايز افهمك الفكره دي، تقول لي ازاي ده باصص لفوق باص لتحت باص لفوق. اقول لك في بعض المراجع بيقولوا الموضوع ده عادي، يعني اهم حاجه سنجل سنجل سنجل، تيجي تعمل ايه دبل باصص تحت دبل دبل بس. يعني انا كعمر سليمان والتوزيع الرسمي بتاعنا لا هو يعمل، حتى لما قلت لك ايه هو يعمل اللي هو عاوزه، احنا بنعمل اللي احنا عاوزينه اوكي، اللي احنا عارفينه اللي هي سنجل باصص لفوق وبعد كده دبل باصص تحت، ده الطبيعي خلاص. ما انا اكيد مش هقوم اخش اوضه هلف يعني، فيعني بنعتبر ان ده لا سبب. فاهمك حاجه عشان لو شفت في كتب من كتب العربي لو حبيت تحل مثلا، لكن الشغل ده بالنسبه لنا مرفوض. اللي بعده بص هنا يا رجاله، سنجل سنجل مستر ده لازم سنجل دبل برضو، ده كلام هون، ده انا عايز حاجه عكس باولي. بص يا رجاله دي الحاجه اللي عكس باولي، الاثنين الكترون باصين لفوق. طب ده معناه ايه؟ واحده واحده، هو الاثنين موجودين في الاس فهيكون عندهم نفس ال ونفس الام ال ونفس الام اس، والاثنين اكيد عندهم نفس الان لان هم في نفس الاس. طب استنى كده ليه؟ ده بوزيتيف هاف وده بوزيتيف هاف، كده اصبح كلهم عندهم نفس الصفات. والراجل ده قال ايه؟ مستحيل اتنين الكترون يكون عندهم نفس الصفات. يبقى لما اجي في الامتحان واقول لك كلمه باولي ترد عليا اشوف اتنين يكونوا شبه بعض في الصفات، لان الكلام ده عكس باولي. باولي قال لك ايه؟ مستحيل اتنين الكترون يكون عندهم نفس الصفات، فدي نقطه الخطا. يبقى هي دي النقطه الفيصليه للحل بيه. اللي ورا بيقول لك according to hand rule and باولي الاثنين مع بعض the two electron which has the highest energy. بص حبيبي معنى كلمة highest energy يعني اخر الكترون ايدي بتكتبه تاني، يبقى تاني معنى كلمة highest energy شوف اخر الكترون ايدك كتبه. تعال وزع كده 26 هتليك موزع اس اس بس بس دي. لما بيقول لك هنا مين الاثنين الكترون اللي عندهم اعلى طاقه؟ ادي واحد اثنين ثلاثه اربعه اثنين ثلاثه ثلاثه، هاجي اوزع اثنين اثنين سته، كله يركز معايا اثنين سته اثنين جميل، واجي اوزع هنا سته. بص يا معلم ما تجيش تقول لي معناها كلمه هايست انرجي يعني قصده الاعلى، لا ما هي كده كده احنا عارفين ان طاقه ال 3 دي اعلى من طاقه ال 4 اس، فاكيد الالكترونات اللي قاعده في ال 3 دي الطاقه بتاعتها طاقه ايه؟ اقل طاقه عاليه. تمام؟ فيا مستر بالنسبه لنا هنا هنقول ايه؟ طب بص يا رجاله طالما ال 3 دي اعلى من طاقه من 4 اس، تعالى نرسم مع بعض ال 3 دي اهو. هرسم ايه يا رجاله؟ سنجل 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 سنجل، وبعدين هرسم ايه؟ قال لي دبل. انا قلت لك هو عايز ايه؟ هايست انرجي. هايست انرجي يعني اخر حاجه ايدي رسمتها اللي هو ده اعلى طاقه. طب بس قال لي هنا ايه؟ عايز اتنين الكترون عندهم اعلى طاقه. طب استنى انا هجيب الاخير واللي قبل الاخير اللي هو انه عايز اتنين. بص بقول لك اختار الاثنين الكترون يكون عندهم اعلى طاقه في الشغله، يبقى اللي موجودين في ال 3 دي ماشي انا واحد الاولاني لا الاخير واللي قبل الاخير، فين اللي قبل الاخير؟ بص يا رجاله اولا ده باصص لتحت فده نيجاتيف هاف، باص لفوق يبقى ده بوزيتيف هاف، الام اس مختلف. طب بص يا رجاله ده اوضه زيرو دي بوزيتيف 1 ده بوزيتيف 2 دي نيجاتيف 1 ده نيجاتيف 2، يبقى ده قاعد في الاوضه نيجاتيف 2 قاعد في الاوضه يا عم بوزيتيف 2، يبقى ده الام ال وده
الام ال، يبقى هنا مختلفين مع بعض في رقم الغرفه ومختلفين مع بعض في اتجاه الدوران. يبقى هنا وجه بيقول لك يا ترى ايه الديفرنس ما بينهم؟ قال لي ان في الام اس والام ال. يبقى تاني لما اجي اقول لك عايز طاقه اعلى طاقه لاي الكترون، باخد الالكترون اللي موجود في الاخر الاثنين، يبقى باخد الاخير واللي قبله. اخر حاجه ايه دي كتبتها؟ بيقول لك هنا this configuration in fluorine in stable atom don't obey. يا ترى مش تبع مين؟ بص رجالة، لما تلاقي اوضه فيها اتنين الكترون متجه لنفس الاتجاه، اعرف ان انا بكسر كلام باولي. لان هنا بص هم دول قاعدين في البي، قاعدين في نفس الام ال، وعندهم نفس الام اس، واكيد قاعدين في نفس الان. وقلنا هنا ايه الراجل ده؟ قال لك على الاقل اختلاف واحد. وهنا دول كلهم شبه بعض، يا الكلام ده عكس. ما تجيش تقول لي عكس هوندا، هوندا قال لك ايه؟ سنجل 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 دبل، ادي كده الراجل ده مظبوط. يبقى الكلام ده عكس اكسكلوجن برنسبل. مين الاكسكلوجن برنسبل ده؟ الراجل اللي اسمه باولي. السؤال اللي بعده بيقول هنا، ده سؤال مقالي حلو قوي، يقول لك هنا اكوردنج تو باولي اكسكلوجن برنسبل، ماشي، ذير از نو تو الكترون ان ذا سيم اتوم كان هاف ذا سيم فور كوانتم نمبر، ماشي. What is the similarity؟ عايز وجه التشابه possible of quantum number of two electron، الاثنين الكترون مالهم الاثنين الكترون ده يا مستر؟ قال لي in orbital 2b، ماشي. قال لي عندي اثنين الكترون موجودين في 2b، يا ترى ايه وجه التشابه؟ بص يا جماعه السؤال ده ليه كذا احتماليه، يعني في كتب خارجيه حلها باحتماليه ايه؟ ان مثلا نتخيل، لان السؤال ده مكتوب عندك في الكتاب اوربيتالز، انا عملتها اوربيتال ليه؟ عشان الموضوع اوضح بالنسبه لك كطالب. ادي سنجل 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 دبل 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 مثلا. ففي ناس بتقول لك ايه هنا مقصود ب اتنين الاتنين الكترون موجود في نفس الاوضه بتاعه التوبي؟ فانا اقول والله ده باصص لفوق وده باصص لتحت، يبقى هم دول اللي هتكلم عليهم. بيقول لك ايه وجه الشبه؟ اولا الاثنين قاعدين في نفس الاوضه، الاوضه هنا 0 بوزيتيف 1 نيجاتيف 1، يبقى واحد شبه بعض في الام ال. طب وثانيا موجودين في نفس الشقه، يبقى شبه بعض في ال، اكيد موجودين في نفس الدور، يبقى شبه بعض في الان، جميل. وواحد باصص لفوق والتاني باصص لتحت، يبقى مختلفين في الام اس. ده وجه الاختلاف، ماشي. ولكن في ممكن احلها بشكل تاني، ممكن يبقى احتماليه تانية، اقول ايه؟ طالما انت بتتكلم على البيع في العموم، فممكن اخد يا عم ده ومعاه يا عم ده، هقول ان هما ايه؟ والله هما شبه بعض فين؟ الاثنين قاعدين في نفس ال ال نفس البي، الاثنين مختلفين او سوري الاثنين في نفس الاتجاه، يبقى ليهم نفس الام اس. الاثنين يا مستر موجودين في نفس الدور لانهم في نفس الشقه، يبقى نفس الان. ولكن وجه الاختلاف في الام ال، يبقى ممكن ده يمشي وممكن ده يمشي. انا هحلها لك بقى طريقه، ان انا كعمر سليمان اخترت الاثنين الكترون موجودين في نفس الاوضه، فهنا 2 الكترون هاف سيم ان لان هنا موجودين في الدور الثاني، ال1 لان هم موجودين في البي، الام ال مثلا قاعدين في نفس الاوضه. طب هنا السبين اكيد يا مستر، ممكن طالما قاعدين في نفس الاوضه اكيد واحد بوزيتيف هاف والثاني نيجاتيف هاف، يبقى هنا ده وجه الشبه وده وجه الاختلاف. طب لو انت اخترتها بشكل ثاني برضو ده مقالي وانت الحر في اختياراتك. بيقول لي هنا illustrate with explanation باولي اند هاند ابلايد اون ايتش اوف ذا فولوينج، يا ترى باولي هاند بيتطبق على مين في دول؟ واحدة واحدة. سنجل سنجل اسوري سنجل يلا ليه سنجل 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 دبل، ماشي حلو قوي. طالما ماشيين الشكل الجميل ده يبقى الكلام ده هاند زي الفل. قال لي يبقى بالنسبة لهاند ابلايد. طب لو جينا بصينا اتنين الكترون ليهم نفس الاتجاه، ده على طول عكس كلام باولي. حلو، تعالى هنا بقى. انا هنا عارف ان عندك السهم باص لتحت، معلش خليه باص لفوق. تعالى بقى معايا سنجل 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 دبل، اه الكلام ده مع هاند. طب فوق 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 تحت، مظبوط. طب مستر لو مشيناها بالشكل اللي هو فوق تحت، هتيجي تقول لك حتى تلاقي لو الاتش بصيت على الاكسبلينيشن الطبيعي ليه، يقول لك ايه؟ ما يهمنيش، بس اهم حاجه ما في ان بالنسبه لباولي اللي هو ما هموش بقى، احنا عارفين التوزيع ازاي، هو يعمل اللي هو عاوزه. بالنسبه لباولي ما فيش اتنين الكترون عندهم نفس الصفات، وبالنسبه لهاند ما فيش اتنين الكترون متوزعين غير سنجل ثم دبل. السؤال اللي بعده بيقول وات از ذا
ماكسيمم نمبر سيل ده صايع وانا بحبه قوي قوي قوي. ايه اكبر عدد من الالكترونز اتوم ويت ان ويتش ذا لاست الكترون with the higher energy has the two quantum number. يا ترى ما هي عدد الالكترونات لما بيبقى عندي اعلى طاقه بالبلدي كده عايز اوزع اكتر كم من الالكترونات اللي عندها طاقه عاليه. تعال ان 3 يعني في الدور الثالث ام اس بوزيتيف هاف ام اس بوزيتيف هاف يعني باصص لفوق. هقول لك كده بس السؤال مين في الدور الثالث باصص لفوق؟ تقول لي يا سلام يا مستر بتقول ده ما في الاس في الدور الثالث في البي في الدور الثالث في الدي في الدور الثالث. بس هو قال جمله هنا بص قال جمله هايست انرجي. هو انا الدور الثالث في ايه؟ قال لي يا مستر بص جواه ال 3 اس حصل جواه ال 3 بي جميل جواه ال 3 دي يبقى هو دول كلهم موجودين عندنا 3 اس 3 بي 3 دي. بس لو جينا فكرنا مين اعلى طاقه؟ ده الاعلى هو هو هنا حتى اعلى طاقه من الفور اس خلي بالك بس هو ده الاعلى طاقه. يبقى الاعلى طاقه في الدور الثالث مش كده الثالث ولا كده كده تقريبا الاعلى طاقه في الدور الثالث هو 3 دي. ماشي يا عم. قال لك بقى حول املاء بالالكترونات اللي بوزيتيف هاف. هو الدي ربنا خلقه فيه كام اوضه؟ قال لي بص يا مستر الدي في 1 2 3 4 ادي في 4 اوض. طب بوزيتيف هاف يعني ايه؟ يعني باصص لفوق. طب هنا ممكن يبقى بوزيتيف هاف ممكن يبقى بوزيتيف هاف بوزيتيف هاف بوزيتيف هاف بوزيتيف هاف ما ينفعش ارجع تاني لانه بيقول لك ايه؟ هو اخره بوزيتيف هاف. يبقى معنى كلمه ها ركز يا استاذ معايا معنى كلمه الام اس تكون بوزيتيف هاف يعني عايز كل الالكترونات اللي موجوده معنى ان هي باصة لفوق بس. جميل قوي. طب يلا هنا لو خليت الدي كلها باصة لفوق يبقى فيها كام واحد؟ خمسة. يبقى كده انا اخر حاجة وصلت عندها 3D5 كده انا عرفت النهاية. ماشي. وبيقول لك يا ترى بقى عدد الاتوم كام؟ فاكر لما قلت لك لو كان اخر 3D5 املى ايه؟ قال لي املى كل الابراج اس اس بس بس وادي دي. تعالى كده معلم ادي 1 2 3 4 يا ريت عندي عصيدة 2 2 6 10 2 6 2 20 و5. يبقى كده الاجابة بتاعت سؤال رقم واحد اهو عدد الالكترونات المسموح به لما يبقى دي كلها سنجل بوستيف هم 25 الكترون. طب السؤال اللي بعده برضو صايع ليه يا عم الحاج؟ ان 4 ماشي ان 4 ماشي 4 ال ام ال بص في 3. طب بص الدور الرابع في مين؟ قال لي عندنا 4 اس 4 بي 4 دي 4 اف بص في 3 يعني جواه اوضه بص في 3. ثانيه مين اللي عنده اوضه بص في 3؟ ما شفناهاش غير كده 1 2 3 4 5 6. يلا بينا نجربها مع بعض. ادي 0 بص في 1 بص في 2 بص في 3 نيجاتيف 1 نيجاتيف 2 نيجاتيف 3. الوحيد اللي عنده شفنا عنده اوضه بص في 3 هي الاف. يبقى انت هنا عند الفور اف. بيقول لك لو سمحت عايز هايست انرجي. هو ما حددش ما قالكش بقى هقف عند حاجه معينه. قال لك انا عايز اعلى حاجه في الاف. ما قالكش اعلى حاجه وهي بوست فاف. لا قالك انا عايز اعلى حاجه. يبقى معناها ايه؟ املى الاف كله. يلا بينا يا ريس. ها تبقى اف كام؟ قال لي هتبقى اف يلا امزح لو سمحت هتبقى اف 14. يبقى انا بقول لك انا واقف عند الاف 14 سيادتك تعمل ايه؟ قال لي بص يا معلم ادي اس اس بس بس دبس دبس فا دبس. مين الفا دي؟ هي الفور اف. طب انا قلت لك الفور اف فيها كام؟ قال لي فيها 14. املى كل اللي قبله 2 2 6 2 6 2 10 6 2 10 6 2 14. لو جيت جمعتهم تقريبا هيطلعوا 70 الكترون. هو ده عدد الالكترونات. السؤال اللي بيقول بعده بيقول بريدكت ذا بوسيبل كوانتم نمبرز. خلي بالك لإيه؟ معنى بص كوانتم نمبر يعني الـ N والـ L والـ ML. شفت بقى صح؟ N L ML MS for the valence electron. بص يا رجالة معنى كلمة valence electron الموجود في الآخر. ما قلتلكش الأخير ها؟
ما بقولكش الالكترون هنا بيقول لي هنا بس الجمله دي الكلمه دي صايعه فيلنس الكترونز. هو في كذا الكترون موجود في الاخر، دور على اخر كام واحد. طب انا هقول لك على حاجه كده بيني وبينك، اول حاجه عشان تعرف لازم توزع، هتروح موزع اس اس ادي اس اس بس بس دي، وهتقوم عامل كده 1 2 3 4 2 3 3، وهتقوم عامل كده لذيذ 2 معلش مش باين مش باين حاضر هتروح عامل 2 2 6 2 6 2 كده كام 10، والدي هتحط فيها 2. خد مني معلومه بقى، لما اكون موزع في ال 3 دي او في الدي في العموم، لما اجي اقول لك انا عايز الالكترونات اللي موجوده في الاخر، يلا بيني وبينك اهو، في اي حاجه تانية في اي حاجه تانية، مثلا لو انا واقف عند ال 3 اس يبقى هو ال 3 اس ده اللي موجود في الاخر. فيلنس الكترون عايز الالكترونات اللي موجوده في الدور الاخير او في المكان الاخير. بص لما اجي اقول لك بالنسبه لدول هتقول لي فيلنس اللي بتشارك في عمل الرابطه او هنا بتعرفها مين، طالما موزع في الدي يبقى الكترونات الفيلنس ال 4 اس وال 3 دي الاثنين بيتقال عليهم فيلنس مع بعض. يبقى لما اقول لك كلمه فيلنس الكترون اختار ده، اختار مين؟ قال لي هتختار عندك 4 اس 2 3 دي 2، دي معلومه. يبقى لما بوزع في الدي خد الاس والدي مع بعض، دول اسمهم عندي فيلنس. ده ماشي. طب ثانيه واحده، هي الاس فيها كام الكترون؟ قال لي واحد وصل فوق والتاني وصل تحت. طب تعالى هي الدي فيها كام الكترون؟ قال لي مستر الدي دي 1 2 3 4 5 هنا مستر 1 2 3 4 5 هي فيها كام الكترون؟ ادي 1 2. تعالى بقى هو قال لك انا عايزك توصفهم، توصف كله. تعالى هنا ده مرة هوصفه ومرة هوصف ده سريعا. الان ده في الدور الرابع، ونفس الكلام الان في الدور الرابع. طب ال ال ده موجود في الاس بزيرو، يبقى الام ال بزيرو، ده موجود في الاس بزيرو يبقى الام ال بزيرو. طب مستر لو سمحت ده باصص لفوق يبقى اشارته بوزيتيف هاف، ده مين ده؟ ده الام اس. اما ده باصص لتحت يبقى الام اس بتاعته نيجاتيف هاف. يبقى انا وصفت مره ده ووصفت مره ده. طب اشمعنى استخدمنا؟ قلت لك بقى خدها معلومه، لما اقول لك كلمه فيلنس الكترون اتكلم عن الالكترونات الموجوده في الفور اس والثري دي. طب تعالى يا عم الحاج، مره هوصف ده ومره هوصف ده، كده كده الاثنين باصين لفوق، بس خلي بالك ها ده موجود الان تساوي 3 وهنا الان تساوي 3 في الدور الثالث لان هم في السري دي. دي ال ال تساوي 2 وهنا ال ال يعني سعر الدي ب 2. طب ثانيه، الاوضه دي اسمها 0، دي بوزيتيف 1 دي بوزيتيف 2 دي نيجاتيف 1 دي نيجاتيف 2. واحد موجود في ام ال اللي هنا نيجاتيف 1، واحد موجود في ام ال نيجاتيف 2. ماشي نكمل. قال لي يا مستر الاثنين باصين لفوق يبقى الام اس بوزيتيف هاف بوزيتيف هاف. كده انا وصفت. اللي وراه بيقول لك السؤال ده جامد قوي قوي، اوف او برنسبل نيجلكتد يعني طز في اوف باو او اوف بو. هي عملت ايه اوف بو؟ مش هي عملت حاجه اسمها ري ارينج، اعاده ترتيب للاس اس بس بس والشقق؟ لا لا، مش هنعمل ري ارينج ولا اي حاجه، ومش هنعتمد على قانون الان بلس ال. كل سنه وانت طيب، لانك هقول لك نجلكت اهملها. يعني ايه؟ بدل ما كنتش تقول اس اس بس بس دي مثلا، تعالى كده شوف، تكتب 1 2 3 4 2 3 تلاتة. هم عملوا ايه؟ حركوا الثري دي من هنا وحركوا الفور اس من هنا عشان يعملوا اعاده ترتيب للتنظيم. طب انا دلوقتي اعمل ايه؟ انا ههملها، يبقى مفيش الكلام ده، رجع كل حاجه لاصلها. ادي اس اس، الكلام ده صح؟ لا مش صح. بيقول لك لو يعني بس بس دي، لا مفيش الكلام ده، هيبقى دي وبعد كده الاس. تعالى كده، الدور الاول في اس، الدور الثاني في اس وفي بي، الدور الثالث في اس وبي ودي. مستر ده كده، ما انا بقول لك بقى اعمله. الدور الرابع في 4 اس. طب تعالى يا معلم، ها قال يا مستر تعالى نوزع كام الكترون؟ 20 بتوع الكالسيوم، تعالى نوزعهم 2 2 6 ادي 10 2 6 2. ايه ده، انا حطيت الاثنين فين؟ في الدي. طب الفور اس ما بقاش فيها خلاص. يبقى انا هنا فهمت، لو اهملت قاعده دي هضطر اوزع في الدي، يبقى النهايه في الدي، وطالما نهايتي في الدي يبقى انا اي مركب اخره دي موجود في منطقه اسمها الدي بلوك، واللي موجوده في نص البريودك تيبل. السؤال اللي بعده ده بيقول
وات از ذا ماكسيمم نمبر اوف الكترون ويتش كان هاف كوانتم نمبر ان 3 في الدور الثالث ال 1 يعني موجود في اللهم صل على النبي في البي ام ال نيجاتيف 1. طب واحده واحده ادي 0 بوزيتيف 1 نيجاتيف 1 عايزه موجود في اوضه نيجاتيف 1. طالما اقول لك عايزه موجود في الاوضه الاولى يبقى انا عايزه ابقى لوحدي. بقول لك عايز ابقى موجود في الاوضه الاولى يبقى اكيد عايز ابقى لوحدي. ما انا لو انا هنا هقول لك انا هنا دايما لما باجي اوصف بوصف ايه؟ بحاول اوصف اجمد حاجه عندي. فانا اجمد حاجه عندي موجود في الاوضه الاولانيه يبقى انا موجود لوحدي. يبقى هنا موجود ايه؟ 3 بي وهي واحده بس. وانا عارف لو انا موجود في الاوضه الثانيه يبقى 1 1 في الثالثه 1 1 1 وممكن يبقى اكمل كمان. لكن انا طالما الاوضه الاولى هبقى لوحدي ما ينفعش اعمل سنجل دبل لازم اعمل اوزع كله سنجل الاول. يبقى هنا البي فيها واحد. طب عشان اعرف مستر قال لي هنا ايه؟ وات از ذا ماكسيمم نمبر اوف الكترون ويتش كان هاف كوانتم نمبر عايز اعلى عدد الكترون ان ذا سيم اتوم. ركز كده. كم الكترون بيكون عندهم ها ها اعلى ده؟ طب مستر لو سمحت انا عايز اعرف كم واحد قاعد في الاوضه دي بالعقل يا رجاله. ها سنجل 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 وبعدين دبل 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 ماشي. هو هنا خلي بالك امتى بقول عايز لوحدي؟ لما يجي يقول كلمه لاست. عشان السؤال هنا تضرب معايا لما هنا اللي زي اللي تحت كده. هنا مش قالش كلمه لاست خلي بالك. هنا قال لك انا عايز اعرف في كام واحد قاعد في الاوضه دي بس خلاص. اوكي يبقى السؤال تاني بيقول انا عايز اعرف في كام واحد. عايز السؤال تاني عشان بس ما حدش يتضرب. انا عايز اعرف في كام واحد قاعد في الاوضه دي. هنا ما قالش انا عايز اقف. ها انا قريتها بس دخلت ان ده يعتبر قال هنا ايه لاست نيجاتيف ولا ما قالش لاست عشان برضو ايه ابقى برضو فاهمك انا ليه فكرت كده. ما قالش كلمه لاست وقال لك يا رجاله انا عايز اكون موجود في الاوضه نيجاتيف 1. طب انا عايز موجود في الاوضه نيجاتيف 1. الاوضه نيجاتيف 1 اخرها اي اوربيتال اخره يشيل كام؟ اخره يشيل 2 الكترون. اللي وراه وات از ذا ماكسيمم الكترون ان ذا اتوم ويتش هاف تو كوانتم نمبر 2 يبقى 2 ال يبقى بي. بس خلاص ما قاليش بقى لاست ولا ما لاستش. ها يلا البي فيها كام اوضه؟ 3. عايز ماكسيمم سنجل 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 دبل 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 يبقى هنا 6. يبقى الاجابه 6. يلا بينا على اللي بعده. بيقول لك هنا which of the following electronic configuration represent the ground state of the atom contain 8 الكترون. 8 الكترون ايه؟ فانت عندك بص حبيبي اس اس بي 2 2 4 يلا بينا نوزع. ادي 2 2 4 بتوزعوا ازاي؟ بص يا قلبي 4 وزعهم في 3 اوض. ادي سنجل 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 دبل. عايزين بقى حاجه كده حاجه. ادي سنجل دبل. لا 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 اهي الاجابه هتبقى يا رجاله عندك بي. خلي بالك السؤال ده كمان متكرر تحت. وات از ذا كوريكت اوردر اوف ذا اوربيتالز ان تيتانيوم اتوم اكوردنج تو انكريزنج انرجي. يا ترى ايه الترتيب بتاعي نسبه الى زياده الانرجي؟ حبيبي اعلى طاقه ال 3 دي وبعدين ال 4 اس وبعد كده ال 3 بي وبعد كده صح اهي 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 اهي. يبقى مين حشر نفسه في النص؟ ال 4 اس. ليه؟ لان ال 3 دي طاقته اعلى عن طريق استخدام القانون اللي هو ال ان بلس ال. يلا ويتش اوف ذا فولوينج نفس السؤال اللي هو اللي اجابته بيه لسه حالينه فوق هنحله تاني اهو. بيقول لك which of the following express the electrical configuration of phosphorus. الفوسفرس عنده 15 الكترون. اعرف الحاجات دي لو سمحت. طب عايز اوزعها. قال لك اس اس بس بي. ماشي ماشي يلا ادي 1 2 3 2 3. لما نيجي نوزع نوزعها ازاي؟ 2 2 6 10 و2 12 و3 بالظبط كده. جميل. طب انا مستر هعمل ايه؟ عايز ادور عليهم. شوف حاجه بقى شبهها. قال لك the following represent the configuration of the excited. خلي بالك بقى excited يعني عامل لوز. هنا لما افقد هفقد من اعلى من 3 بي. هنا 3 بي 3 حاجه excited بقى مش هفقد كده. انا هعمل ايه؟ قال لي انا كده هعمل هرمي لقدام. ايه قدام دي؟ يبقى انا هنا هعمل ايه؟ هزق الكترون لقدام اخلي الكترون يتزق الليفل اعلى. بس ثانيه واحده مش هقدر افق هنا. انا قريتهاش قريتها ان اكزايتد. معنى كلمه تقراها اكزايتد مستصار يعني في الكترون اتزق. يعني مثلا تلاقي الاس مثلا زقت الكترون للبي او البي زق الكترون لحته ثانيه. يعني في حد زق الكترون ده اسمه اكزايتد. تعال نشوف 2 2
ستة اتنين تلاتة. لا ده هنا كده نورمال، انا عايز اكسايتد. طب يلا اتنين اتنين ستة اتنين، وهنا بي اكس اوضه 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 نورمال برضو، عايز حاجه اكسايتد. اتنين اتنين ستة اتنين. طب وهنا 3 بي 2 الاس ابا. استنى استنى ثانيه، 3 بي كان فيها 3، مره واحده بقت اسمها 3 بي 2، يعني في واحده اتنطرت. طب راحت فين؟ اللي ورا 3 بي على طول مين؟ 4 اس 1. يبقى في واحد الكترون اتزق وراح للغرفة اللي بعدها، هي دي الإجابة اللي حصل فيها الإكزايتيشن. اللي وراه دي حتة كده رسمة زي ما لكش دعوة، بيقول لك هنا شورت نوت أباوت هولندا. هولندا قال إيه؟ قال لك من المستحيل impossible to bearing of electron، مستحيل يحصل تزويج للإلكترون in orbital except إلا إذا، إلا إذا إيه؟ قال لي يا مستر خلت كل الأوض أمبير، يبقى مستحيل أعمل بير إلا كل الأوض في نفس السب ليفل يكون أمبير. complete the sub level 4s filled with electron before 3d. ها السب ليفل 4s بيتملى الكترون زان ال 3d. اشمعنى؟ هتقول انا بملى ال 4s لان انا بعمل عمليه فيلينج عن طريق الناس اللي هم اسمهم اوف باو. المنظمه قالت ايه؟ بعمل فيل لللور انرجي سب ليفل، يبقى بملى السب ليفل الاقل طاقه زن ثم الهاير انرجي. واحنا عارفين ان ال 3 دي باستخدام قانون ال ان بلس ان، هنا 3 بلس 2 ب 5، اما هنا يا رجاله 4 بلس 0 ب 4. هنا احنا لقينا ايه؟ قال لي لقينا ان هنا طاقه الاس ب 4 اما طاقه الدي ب 5، فانا بحط الطاقه الاقل ثم الطاقه الاعلى. اللي وراه عايزك تزود فيها كلمه فاينز اتوميك نمبر 4 اتوم، زود لي كلمه اتوم. بص يا حبيبي واحدة واحدة، قال لك الصوديوم بوزيتيف 1 لما عمل بوزيتيف 1 يعني عمل لوز لواحد الكترون، ماله عم؟ اصبح توزيعه 2.8. معنى كلمة اتوم يعني هرجعه للاصل، يعني رجع الواحد بتاعه. هو لما فقد واحد كان 2.8 يبقى 10، يبقى هو في الاصل في حالة الاتوم، يبقى هو في الاصل كان 11 الكترون. نفس الكلام هنا. الكلورين نيجاتيف 1، نيجاتيف 1 يعني عامل جين. بقول لك عمر سليمان لما اخد الكترون بقى معاه 11 في جيبه، يبقى انا كنت في الاصل كام؟ 10. انا لما عملت جين، ركز كده معايا، كان 2 اهو 288. طب انا عايز ارجع للاصل، رجع بقى اللي هو كان سرقه واخده، هيبقى اسمها 281. حلو قوي. سوري 287، لان انا هفقد واحد. طب ركز كده، 287 مجموعهم كام؟ قال لي مجموعهم 17 الكترون. تعال نيجي هنا، كي بوزيتيف 1 يعني عامل لوز. طب انا هرجع له هنا كان 2 2 8 8، رجع له واحد عليهم يبقوا كام عشان يرجع للشكل بتاعه في الاتوم؟ هيبقى عندك ب 19 الكترون. السؤال اللي وراه بيقول on distributing according to of Pau principle level which are feeling the electron first are، أنا بملى الإلكترونات الأقل طاقة الأول ثم الأعلى طاقة، أو الشو حتى الأدوار الأقل طاقة. The orbital of energy are nearly equal the energy of the following، لو الأوض اللي قريبة تقريبا لبعض في الصباط. بقول لك مين الغرف اللي قريبة لبعض في الطاقة؟ هتقول لي مثلا غرف قريبة لبعض في الطاقة يبقى معناها غرف موجودة في نفس الشقة. بقول لك غرف قريبة لبعض في الصفات يبقى غرف موجودة في نفس الشقة، يبقى الإجابة عندك orbital exist in same sub level، هم دول قريبين لبعض في الانرجي. السؤال اللي بعده بيقول an atom has 8 electron، عنده 8 electron in d orbital، how many d orbital in this sub level half field؟ السؤال ده 8 يبقى d 8. يلا بينا اهو يا رجاله، ادي 1 2 3 4 8 يملاهم ازاي؟ سنجل 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 دبل دبل دبل. انا عندي كام اوضه؟ هاف فيلد هم الاثنين اوضه، يبقى 2 اوربيتال. اللي بعديه بيقول لك
The total number of completely filled orbital in nitrogen atom 7. طب يلا 7 ادي اس اس بي ادي 2 2 3 كده 7 1 2 3 يلا بينا. عايز هنا عايز ايه؟ سوري 1 2 2 اسف. عايز total number of completely filled. والله الاس مليانه على الاخر، الاس اللي بعدها مليانة على الاخر. طب البي قال لي مستر بالنسبة للبي فهي هنا ايه؟ سنجل سنجل سنجل، فكلها في فيلد فيه كام اوضة؟ كومبليت اتنين. اللي وراه نقط سب ليفل از نوت ريبريزنت ات اني اتوم. ايه الحاجة اللي مش موجودة في اي اتوم؟ والله الفايف دي دي موجودة في الدور الخامس عادي، التو اس تمام، الثري بي تمام، لكن وان بي لا، البي مش موجودة في الدور الاول. طبعا عندي انا سؤال زيادة هنقابلوه تاني بس ايه؟ ممكن يبقى حلينا شبهه قبل كده. بيقول What is the atomic number of the element whose occupy 8 orbital؟ عايز حد جواه 8 orbital مليانين. ما قالش بقى مليان ولا نص مالية ولا ربع مالية. جميل. بص يا باشا، أول حاجة اعمل لي كده اس اس بس بس وقف كده يعني جرب. أنا عايز أملى 8 orbital. هي الاس كام أوضة؟ واحدة. بس ما هذا مكان واسع. تاني اس اس بس بس يلا فين الإدامة؟ فين الوايرات؟ اهي ادي اوضة، ادي اتنين، ادي تلاتة طول بي، وادي واحدة عند الاس. انا عايز اعمل كام؟ تمانية. وادي تلاتة. تعال نجرب، علم معايا. واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية. ثانية واحدة بقى. أعمل إيه؟ ده أعملها كله. يلا كله. سنجل سنجل سنجل، دبل دبل دبل. مش هعرف أخش في اللي بعدها غير لما أملى كله. طب هنا أنا عايز أملى أوضتين بس. اتنين أوربيتال عشان أبقى مليت تمانية. هيجي واحد لذيذ يقول لي إيه؟ هنعمل كده. إزاي يعني؟ هو من إمتى بنعمل سنجل دبل؟ من إمتى؟ تاني تاني تاني. هيجي واحد لذيذ ما هي دي الغلطة. في البي انا عايز املى، هيجي يعمل لي سنجل دبل سنجل دبل. ايه رايك؟ ما انا قايل لك بملى سنجل 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 دبل. فالصح ان انا لا 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 مش هعمل كده. بص هعمل ايه بقى، ركز اهو. سنجل سنجل هو ما شرطش عليا مليان، قال لي اوكيوباي وخلاص. يبقى تعالى نعد كده مع بعض الاعداد. 1 2 3 4 5 6 7 8. تعالى نعد الالكترونات. 2 2 6 ادي 10، و2 ادي 12، و2 14. الاجابه 14. اللي بعده What is the electronic configuration؟ يا ترى ايه هو الالكترونيك كونفيجريشن؟ What is the electronic configuration؟ بعدين ها which represent excited. خلي بالك معنى كلمه excited يعني الالكترون في حاله استثاره. يعني ايه؟ يعني في الكترون not، تاني في الكترون not عشان يطلع السب ليفل او الليفل اللي بعده. مش فاهم اقول لك، بس اصبر بس. انت عارف مثلا اس بتشيل 2، بي بتشيل 6، اس مثلا بتشيل 2 مثلا مثلا. تلاقي سبحان الله، يعني مثلا انت عارف يا عم الحاج ان اس شايله واحد، انت عارف دي التوزيع العاديه. تلاقي سبحان الله مكتوبه كده 5 و2. ايه ده؟ انا قلت لك عشان اتحرك من ليفل لليفل او من سب ليفل لسب ليفل لازم املى الدور كله او الشقه كلها. طب ايه اللي حصل؟ ده كده في الكترون هنا نطرح هنا، يبقى انا هنا اللي حصل في الكترون نط. تعال نشوف. بص الاس شال 2 وهنا 1، اكتب عليه طبيعي مفيش حاجه تزعلك. 2 2 6 2 طبيعي. يلا 2 2 3 مفيش حاجه اتحركت من مكانها طبيعي. عرفت الاجابه؟ ده تعال نشوفها كده. ايش بقى الطبيعي ده؟ 2 2 2 1. ايه ده؟ ازاي؟ ازاي اول ما تلاقي التوزيع في حاجه اب نورمال كده اعرف ان ده كان فيه مثلا 3 فرط الالكترون راح قعد قدام؟ ده اسمه ما خرجش ومشى، ده اسمه اكزايتد يعني مستثار. اللي بعدي وات از ذا نمبر اوف الكترون، السؤال ده تقيل قوي. which have the same L and ML. لما يبقى عندي مركب فيه 15 الكترون، صلى على النبي. تعال نوزع بس 15 اس اس بس بي. يلا وزع لي كده. احلى توزيع عليك. ادي واحد
ادي 2 3 وادي 2 3 يلا نوزع 2 2 6 10 و2 ادي 12 وهنا في كام؟ 5 ماشي 5 يا معلم صح وهنا في 3 صح يلا بينا انا عايز ارسم نرسم اس نكبر شويه حاضر اس فيها نفرين طب اس اللي وراها فيها نفرين طب بي اللي بعدها فيها 6 افراد طب اللي وراها اس شايله نفرين طب البي شايله كام نفر 3 انا عايز من هنا اشوف عدد الالكترونات اللي عندهم نفس ال ال والام ال سوري اعملها ازاي صلى على النبي عليه الصلاه والسلام عايز اعرف في كام الكترونه قدامك عندها نفس ال ال ونفس الام ال يعني ايه الام ال ويعني ايه ال 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 معناها يعني قاعدين في نفس الشقه الام ال معناها قاعدين في نفس الغرفه صلى على النبي عليه الصلاه والسلام بص الاثنين دول قاعدين في الاس حسن يبقى الاثنين اللي قاعدين في الاس عندهم نفس القيمه والاثنين يا مستر عمر عايزين نفس الام ال الاوضه دي اسمها زيرو يبقى نفس الغرفه ونفس يبقى كده انا معايا اثنين قاعدين في نفس الغرفه ونفس الاوضه طب الاس هنا ال1 اس ال2 اس نفس الكلام قاعدين في نفس الاس ونفس الاوضه مظبوط يبقى اثنين كمان اهو هنا شوف الاس ماسك الاسات قاعدين في نفس الاس نفس الشقه الاوضه وقاعدين في نفس الاوضه بتاعتهم ونفس رقم الاوضه يبقى 2 الكترون خلاص طب تعالى بقى نشوف الباقي صلى على النبي عليه الصلاه والسلام يا مستر عمر يا سليمان اتفضل هتقول لي مين تاني عند حضرتك هيبقى قاعد في نفس الشقه وعنده نفس الاوضه وقاعد في نفس المكان بالظبط قدامك هنا يا رجاله في البي في الاثنين هو هنا طالب ايه ان نفس ال ال يساوي الام ال عايزين الاثنين يساوي بعض نبقى هنا رقم ال ال بتاعي رقم قيمه ال 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 بتاعتي هو في البي قول لي البي قيمتها بكام بواحد البي قيمتها بكام بواحد طب هنا مين الشقه اللي فيها واحد قال لي بوزيتيف 1 وبوزيتيف 1 ما انا عايز ال ال يبقى مثلا لو ال ال بزيرو يبقى الام ال بزيرو لو ال ال بواحد يبقى الام ال بواحد هنا ال ال بكام زيرو 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 طب وال ال بكام؟ 0 0 0 يبقى دول نفسهم دول كده كده ايه؟ 0 0 0 والام ال بتاعتهم 0 0 0 يبقى 2 2 2 زد طب هنا البي قيمتها كام؟ البي قيمتها 1 1 و1 طب مين الاوضه اللي اسمها 1 ادي الاوضه دي الاخيره دي اللي انا شاورت عليها دلوقتي وادي الاوضه دي الاوضه دي فيها 2 1 يبقى فيها كام؟ 3 زود لي هنا 3 ادي لي كده 2 و2 و2 6 و3 مجموعهم كام؟ 9 الكترون ادي الاجابه الصح 9 الكترون اللي بعده زي هيليوم هاتوا ماله زمالك وزبنت هيليوم طبعا ده فيه 2 الكترون فهنقول واحد باص لفوق والتاني باص لتحت قال لي ار سيميلر لا طبعا الزبن مش شبه بعض الام ال بتاعته بزيرو لا الاوضه اسمها اس غلط ذا فاليو اوف سبين كوانتم نمبر ديفرنس صح واحد باص لفوق والتاني نيجاتيف هاف اللي بعده ذا ريل اوف ذا اوبزيت فيجر اوف ذا 3 اكسس ار درون يعني الثلاث اشكال واحد اكس اكسس واحد واي اكسس والاخير زد اكسس ماشي ده ايه ده كان واحد اسمه بي اكس واحد اسمه بي واي والتاني اسمه بي زد بي زد يلا اللي بعده عايز ايه درون ان ذا شيب اوف ذا سب ليفل ان ذا برنسبل انرجي ليفل 2 اه طالما 2 يبقى في الدور الثاني طب ده مين ده بي اها يبقى ده الدور الثاني بي البي معناها ايه قال لي هتقول هنا معناها ان ده بي اكس وده بي واي وده بي زد وطالما مرسوم هنا ده مثلا بيشيل الكترون 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 دبل دبل سنجل 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 اللي وراه What is the atomic number of the atom of the element whose orbital contain 3 امبير الكترون؟ يا ترى مين اللي عنده 3 امبير الكترون؟ طبعا عليك انك تجرب وتوزع هتلاقي ان الاجابه الصح 15 ليه؟ وزع 15 اس اس بس بي 2 2 6 10 و2 12 و3 تعالى كده زي الشطور الامور اعمل الشكل ده سنجل 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 يبقى ده عنده 3 امبير او 3 سنجل الكترون. What is the number of the element in which the orbital 4D sub level contain 1 single electron امبير عايز حد ال 4D بتاعته ركز كده ال 4D contain 1 single electron or more يعني يا اما واحد سنجل يا اما اكتر بالبلدي ال 4D او الدي
فيها سنجل فين؟ والله يا مستر بص احنا ممكن دي 1 دي 2 دي 3 دي 4 اللي احنا بنحولها ل 5 دي خلاص؟ دي 6 دي 7 دي 8 هتقول لي دي 9 ودي 10 صح؟ صح. اولا دي 10 ما فيهاش ولا واحد سنجل، ودي 9 احنا بنحولها لدي 10 يا باشا يعني ما فيهاش ولا واحد سنجل هي كمان. طب كل دول لو رسمت اي واحده من دول هتلاقي واحد سنجل او اكتر، بس في عدد سنجل، يبقى 1 2 3 4 5 6 7 8 ايه ده؟ يبقى دول 8 حاجات، ممكن 8 عناصر بنفس شكل التوزيعات يكون فيهم على الاقل سنجل الكترون. اللي وراه ان اليمنت اكس ذا الكترونيك ديستريبيوشن اوف ذا فور برنسبل انرجي ليفل ذا لاست ليفل كونتين ذا نمبر اوف ذا الكترون ايكوال اخر دور عنده يساوي ايكوال دبل ذا نمبر اوف ذا الكترون ان كي. ثانية واحدة، دبل كي هي الكي فيها كام الكترون؟ 2. بيقول لك اخر شقة عنده فيها ضعف ضعف، صح كده؟ ضعف الكي يعني فيها كام؟ فيها 4 الكترون. ماشي نكمل. Write the full electronic configuration of element X according to power principle. اوكي يبقى تاني، element X the electron are distributed in the four principal energy، خلي بالك four principal energy level يعني بالبلدي متوزع في اربعه، في اربع ادوار. ماشي. The last level اخر دو اخر the last number of the electron equal double. طب ماشي تعال نجربوه. ادي اس اس، مين الراجل اللي لما بيوزعه متوزع في اربعه؟ طب تعال نوزع عشان نوصل لاربعه. ادي اس اس بس بس دبس، يلا بينا نجرب ونجرب نجرب. انا عايز اوزع اربعة رقم اربعة، 1 2 3 4 2 لان بيه 2 3 4 وهنا اكتب ايه؟ 3. يلا بيقول لك انا عايز يبقى عدد الالكترونات اللي موجودين في اخر شقة يساوي ضعف، خلي بالك من كلمة ضعف، ضعف عدد الالكترونات في اخر دور، ضعف عدد الالكترونات اللي موجوده في الدور الثاني. طب الدور الاول اللي هو 2 عنده 2 الكترون، طب انا عايز واحد يبقى عنده كام؟ 4. طب لما نيجي نوزع نوزعها ازاي؟ 2 2 6 ادي 10، و2 6 2 ادي كده كام؟ قال لي 2 6 2 2 6 10، 2 6 2 ادي كده 10، 10 10 مجموعهم 20. حد يقول لي كده مستر الدي بتشيل كام؟ الدي بتشيل 10. طب انا كده مريت كام واحد في الدور الرابع؟ هو بيتكلم الدور الرابع يبقى فيه ضعف عدد الالكترونات. طب ثانيه، يبقى عايز الدور الرابع يبقى فيه 4 الكترونات. هو الدور الرابع في مين؟ هو والله في 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 الفور اس، في الفور بي، في الفور دي، في الفور اف، كل دول موجودين في الدور الرابع. طب انا عايز دول يبقى فيهم 4. انا كده كده لما ابتدي توزيع ببتدي بمين؟ باتنين في الاس، طب انا عايز فيهم 4 واتنين في البي، يبقى انا هاجي هنا هقف عند 2 في البي، لان لما حد يقول لك فين الدور الرابع هتقول له الفور اس والفور بي، الاثنين موجودين في الدور الرابع. فور اس 2 4 بي 2، يبقى انا كده مظبوط، يبقى انا كده عندي كام الكترون؟ 4. وات از ذا كوانتم نمبر اوف ذا الكترون in the last energy sublevel in this element. ماشي 4B2. تعالى نوزع، اوزعها ازاي؟ سنجل سنجل اهو، اخر واحد وزعته ده، اخر حاجة ايدي كتبته هو ده. انا عايز هنا ايه؟ the last energy sublevel، اخر sublevel كتبته 4B. طب مثلا لان اخر حاجة ابعد حاجة، اخر حاجة ايدي كتبتها ده بزيرو. اولا ده الان بتاعته باربعة، ال ال بتاعته بواحد القيمه، الام ال بتاعته يعني ام ال، ام ال يعني يا مستر رقم الشقه ورقم الاوضه بتاعته بزيرو. طب الام اس بتاعته باصص لفوق يبقى بوزيتيف هاف، حلو قوي. طب مستر اللي بعده بيقول ذا نمبر اوف ذا اوربيتال اوف سب ليفل ويتش هاز تو فاليو ان 4، ان 4 يعني في الدور الرابع، ال 3 مين قيمته؟ 3 0 1 2 3، يبقى ده الاف. هي الاف عايز نمبر اوف ايه؟ اوربيتال. الاف فيها كم اوضه؟ كم غرفه؟ فيها 7 غرف من غير ما نفكر. اللي ورا، which of the following sub level can absorb the photon and can't lose one؟ مين ما يقدرش يفقد واحد؟ باشا اهو لو جيت قلت لي ده هقول لك عادي، البي ممكن يفقد واحد، الدي ممكن يفقد لان عنده كتير، طب ال2 اس عادي برضه ممكن يفقد واحد، طب ال1 اس، ال1 اس ده على الحركرك، ال1 اس ده يعتبر اضعف واحد واسهل واحد، يبقى ال1 اس ده هو ال1 اس، يبقى ده الاس اللي موجود في الدور الاول. هنعمل ايه ساعتها؟ هيفقد الالكترونات اللي معاه وده غلبان، يبقى ده الوحيد اللي لو حتى لو عمل ابزورب فوتون لما كانت لوز 1، فانا اخترت مين؟ اخدت ال1 اس لان ده اقل واحد فيهم. The electron with quantum number n 4 يعني في الدور الرابع
ال واحد يبقى انا بتكلم على البي. ام ال ده بنرسم البي لو سمحت. حاضر اهو. اي طب ما كده لك 4 بي بس ماشي هعملها. ام ال نيجاتيف 1 ادي 0 بوزيتيف 1 نيجاتيف 1 ها بوزيتيف هاف يبقى بوصل فوق. ايه ده؟ يعني البي فيها مثل ده هكمل؟ لا هو بيقول لك ده اخر الكترون متوزع كده. ده اخر واحد بيوصف لك اخر الكترون موجود يعني ده قصدي 4 بي 1. اللي بعده وات از ذا ماكسيمم نمبر اوف الكترون؟ يا ترى ايه اعلى عدد ماشي يا ترى ايه اعلى عدد اوف الكترون ذات كان هاف ا كوانتم نمبر 3 ال 1 بي نيجاتيف 1. لو جينا ركزنا كده يا ولده قال لي يا مستر لو جيت سالتك ما هو اعلى عدد هنا ماكسيمم نمبر اوف الكترون كان هاف كوانتم نمبر مين اعلى عدد الكترونات يقدر عنده كوانتم نمبر بالشكل ده. لو سالتك جيت فكرت اهي رسمنا الرسمه بتاعتنا عايز يبقى عنده ايه 3 ها الام ال بوزيتيف نيجاتيف 1 نرسم بقى الرسمه بتاعتنا 0 بوزيتيف 1 نيجاتيف 1 اعلى عدد الكترونات قاعد في الاوضه دي. هو بيتكلم على الاوضه دي. هو الاوضه دي بتشيل كام الكترون؟ 2. يبقى الاجابه 2. اللي وراه بيقول لحضرتك هنا يلا يا باشا ذا نمبر اوف ذا الكترون فاوند ان ذا اوربيتال اوف اس عدد الالكترونات الموجوده في الاس ماشي ايكوال ذات فاوند ان اوربيتال اوف بي اوف سب ليفل. طب ماشي هتقعد هتبص هتجرب توزع واحد واحد بس انت عايز عدد الالكترونات الموجوده في الاس نمبر اوف ذا اوربيتالز اوف اس. تعالى وزع الاجابه صح ام جي. انت هتجرب ده وهتجرب ده تلاقي الام جي عندك صح اس اس بس وزع كده معايا نجم. حاضر عايز عدد الالكترونات اللي هتبقى موجوده في الاس تساوي كل الاسات خلي بالك من كلمه اوربيتالز جمع تساوي عدد الالكترونات الموجوده في البي. يلا 2 2 6 ادي 10 و2 12 عد معايا يا باشا ها 2 و2 و2 كده مجموعهم كام؟ 6 يبقى الاس كل اللي فيها 6 الكترونات طب البي فيها كام الكترون؟ 6 الكترونات هتبقى الاجابه الصح هي اجابه الام جي. وبكده نكون خلصنا الاسئله بتاعتنا. شكرا جدا ليكم ان شاء الله باذن الله باذن الله باذن الله. انا واثق في كل بني ادم قاعد ان هو مذاكر كويس واثق في نفسك خش امتحانك سيبها على الله ربنا ما بيخذلش حد كل بني ادم مجتهد هيلاقي النصيب بتاعه شد حيلك ودايما من قلبي بقول لك وي نيفر جيف اب.